يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا امبارح الاهلاويه كلهم نايمين مبسوطين وصاحيين مبسوطين بعد ما كلنا تابعنا ماتش مرضي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. شفنا من خلاله اداء حلو، وشفنا من خلاله نتيجه حلوه، وشفنا من خلاله استمراريه تصدرنا لجدول ترتيب الدوري. اكيد دي كلها حاجات هنتكلم مع حضراتكم فيها في حلقتنا النهارده. صباح الفل، وصباح الفل عليك يا هوا. هلا والله، هلا والله. صباح الهنا، صباح الرزق والسعاده، واخر الاسبوع وعشر صبح في الاهلي، والحمد لله مش بس الاهلاويه ناموا امبارح مبسوطين يا كريم. احنا بقالنا فتره طويله جدا وسنوات طويله برضو نقدر نقول الحمد لله بننام مبسوطين من يعني الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي. وامبارح كانت مباراه جميله استمتعنا بيها، رغم ان الناس قعدت تقول لك مباراه خلصانه والنتيجه معروفه وفرق كبير بين الاهلي وامبي وغيره وغيره. الكلام ده كله مش في لغه كره القدم ولا في لغه النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها عندنا ابدا خصم ضعيف وخصم قوي وخصم مستهان بيه وخصم بنعمل له حساب، الكلام ده مش موجود تماما. حضراتكم شفتوا امبارح سير المباراه كان ازاي ومن الجانبين يا كريم. كانت مباراه ممتعه اكيد على مدار الحلقه هنتكلم في كل التفاصيل. النهارده وفي الساعه الثانيه من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن اسلام علي، وهو طبعا نجم سله النادي الاهلي السابق، وتاني الفقرات هتكون مع الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. هنتكلم معاه بقى عن حاجات كتير تهم حضراتكم ولا سيما النادي الاهلي بطبيعه الحال بصفه خاصه. بالمناسبه طبعا الاهلي بعد ماتش امبارح نقدر نقول ان احنا بنواصل تصدرنا لجدول ترتيب الدوري بعد مباراه قويه كلنا استمتعنا بها امبارح امام امبي، طبعا ضمن منافسات الجوله ال 29 من الدوري. طبعا انتهت المباراه بثنائيه نظيفه، سيطر الاهلي الحقيقه على معظم فترات المباراه، والحقيقه برضو كان في اكتر من فرصه لمضاعفه النتيجه. يعني الاداء كان رائع جدا، طبعا مرضي جدا لكتير جدا من جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وزي ما قلنا امبارح انه لا بديل عن الفوز وتصدر جدول ترتيب الدوري عشان نكمل بقى مشوارنا في دوري ابطال افريقيا واحنا مرتاحين بدون ضغوطات على المستوى المحلي. ماتش حلو وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى كمان. بس دايما يعني لو هنتكلم مباريات الاهلي امام امبي تحديدا بتكون قويه، بيبقى فيها نوع كبير من النديه. عجبني كمان كام حاجه في الماتش اللي مع حضراتكم لو اقولها. يعني اولا انت شفت اهداف الماتش يا كريم، يعني كانت رائعه جدا. ماتش الجول حلو، انا بصراحه عجبني جدا جول محمد شريف. حلو. لا 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 طبعا. بالدوران ودخله جميله وسريعه وقويه، لا لا حاجه كانت ولا اروع حقيقي زي ما بيتقال. هدف احمد عبد القادر كمان في الدقيقه 35 بتسديده كانت صاروخيه زي ما بيتقال عليها كده من خارج منطقه الجزاء كمان بنتكلم. لا جولين اكثر من رائعين. اللي عجبني كمان واللي لفت نظري هتاف الجماهير العظيمه العظيمه زي بتقول لك عيله الاهلي. عيله الاهلي كانت موجوده امبارح عشان تدعم علي لطفي بعد كمان خروجه ونزول مصطفى شوبير، ودعمهم لمصطفى شوبير واللي ده بيعكس فكره هنا الثقه اللي عند الجماهير لمصطفى شوبير كمان. وبالمناسبه هو اعتقد هيكون ليه مستقبل كبير جدا، هو لاعب صاعد وشكله ان شاء الله من اللعيبه اللي هتفرحنا في السنوات القادمه. علي لطفي كمان زي ما احنا عارفين كان عنده للاسف الشديد اصابه، يعني في البدايه كده كان شكله عايز يخرج، لكن احنا كلنا كنا شايفين فكره ان هو ما كانش حابب يترك المباراه، لكن استجاب بعد كده وخرج ونزل مكانه مصطفى شوبير. بس لما تيجي تتكلم في المجمل او كونكلوجن قد ايه اللعيبه لعيبه الاهلي فعلا فعلا قلبهم على فريقهم. ويمكن كمان لو هنروح شويه ونطمن دكتور احمد ابو عبله رئيس طبعا الجهاز الطبي للفريق، هو قال ان علي لطفي تحديدا يعني كان شعر بالالم في العضله الخلفيه، وكوقتها الجهاز الفني فضل ان هو يتم استبداله، وان هو هيخضع كمان لفحص طبي قبل مران النهارده باذن الله عشان يتم تحديد موقفه. كمان لاحظت امبارح يا كريم هتافات الجماهير زي ما كنت بقول لك في العموم للعيبه كلهم زي كنت بقول لمصطفى شوبير ولعلي لطفي، ولكن فكره برضو ان انت بتدعم اللعيبه بتوعك، ولما بيبقى فيه لعب حلو وجول حلو انت بتعبر عن ده من خلال الهتافات اللي كانت بترج فعلا الاستاد، رغم ان الاعداد بالمناسبه ما كانتش الكبيره قوي، لكن اعتقد ان الناس كلها مستنيه ماتش الاهلي والوداد اكتر. يعني على كل حال ان شاء الله هنتكلم في تفاصيل ده، بس امبارح احنا راضيين جدا عن الاداء، راضيين جدا عن النتيجه. عارفه لو 10 15 واحد بس من الاهلاويه موجودين في المدرجات هيرجوا الدنيا كالعاده. زئير وهتاف جماهير النادي الاهلي من قديم الازل دايما بيبقى له مفعول السحر الحقيقه. وطبعا رجوعا للنقطه اللي كانت نوانت بتتكلم فيها، الحقيقه برضو من ضمن الحاجات المطمئنه للجماهير دايما هي فكره جاهزيه البدلاء. يمكن محمد الشناوي له اعتبارات كتير، اكيد هو الحارس الاول طبعا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، لكن الحقيقه ما فيش مره تمت الاستعانه بعلي لطفي او مصطفى شوبير غير لما بنشوف من خلالهم او من خلال ادائهم ما يرضينا. مصطفى شوبير كمان الموسم اللي فات كان ليه دور كبير الحقيقه. برضو عايزين نعرف حضراتكم بعد الماتش حصل ايه امبارح. مارسيل كولر اعرب
طبعا عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق على إمبي، كمان أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، أكد أن الفريق أتيحت ليه أكتر من فرصة لتسجيل أكتر من هدف بل ومضاعفة النتيجة، وأكد كمان أنه لا يستطيع أن يحدد من سيشارك من اللاعبين في المباراة القادمة، قد يكون هناك بعض التعديلات في التشكيل لكن وفقا لظروف كل مباراة على حدة. وأشار كمان أنه بيسعى إلى يعني علاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الموضوع ده بيحتاج إلى تركيز شديد والعمل المضاعف، ودي نقطة احنا اتكلمنا فيها هنا قبل كده كتير، الفاينل تاتش واللي حرمتنا في كتير من اللقاءات صحيح. من سكور كبير وبتزعل على الأداء الجميل يا كريم طبعا. طول المباراة وبعد كده تيجي فعلا الفينال بتاعك الفاينل تاتش بتاعك صحيح. تضيع كل حاجة صحيح. طبعا دي كانت حاجة مش أفضل شيء. على كل حال تعالوا ناخد فكرة كده عن جانب من اللي صرح به مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ونرجع نكمل الكلام. Ja, wir freuen uns natürlich über den Sieg. Ich denke, wir haben das Spiel klar beherrscht und hätten ja, noch mehr als zwei Tore erzielen können. Speziell jetzt auch in der zweiten Halbzeit noch. Gell? Oder bis das erste Tor gefallen war und dann das zweite kam, hat der Gegner natürlich kompakter gespielt. Daher mussten sie mehr öffnen, zweite Halbzeit. Und wir hatten noch mehrere Möglichkeiten und es hätte gut vier oder fünf Tore geben können. احنا سعداء بالفوز طبعا لكن مش سعداء قوي بالنتيجه، كان ممكن تخلص بنتيجه المفروض اكبر من كده. احنا سيطرنا على المباراه سيطره شبه كامله بالذات الشوط الثاني او بالاحرى بعد ما جبنا الجون الثاني بدا الماتش يفتح. هم كانوا في الاول مندفعين او واقفين دفاعين كويس، لكن بعد الجون الثاني الامور هم بداوا ان هم عايزين يلعبوا شويه او يخرجوا شويه من المنطقه الدفاعيه بتاعتهم، فبدأ نخلق فرص كتير بالذات في الشوط الثاني فرص غير عاديه. احنا كنا المفروض النهارده نكسب اربعه وخمسه مستريح. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass natürlich auch, also wer ist Stammspieler? Ne? Also wir haben ein großes Kader und wir haben immer mal wieder durchgewechselt und es gab Verletzte, es sind Spieler, die zurückkommen. Wenn ich drei oder vier Wochen verletzt bin, dann natürlich auch nicht diesen Trainingsrhythmus habe, weil wir ständig unterwegs sind, weil wir wenig eigentlich alle zusammen trainieren können. Dann ist es wichtig, dass man auch in den Rhythmus reinkommt. Und das ist schwierig, wenn du dann drei, vier Wochen nicht gespielt hast und dann gleich ein Spiel von Anfang an spielst und um 90 Minuten gehen würdest, ist einfach auch die Gefahr, dass wieder eine Verletzung kommt, ist zu groß. Also darum versuchen wir das so ein bisschen zu handeln. بالنسبة للسؤال الأولاني، يعني إيه لعيب أساسي؟ أنا عندي قائمة كبيرة، كل اللعيبة عندي زي بعض. بيبقى في ماتشات ببدا فيها بتشكيل على حسب برضو الاصابات، في لعيبه بتبقى مصابه وعقبال ما بترجع ما بتقدرش انها تدخل على طول بسرعه، لان احنا في الريتم اللي احنا فيه ده اللعيبه ما بتتمرنش كتير مع بعضها كمجموعه كامله، في مجموعه بتتمرن اقل شويه فعقبال ما ياخد ريتم الماتشات بياخد وقت اطول. كمان اللعيب اللي مصاب بقاله ثلاث اسابيع او اسبوعين او اكتر ما اقدرش ان انا انزله من اول المباراه او ينزل 90 دقيقه مره واحده، فلازم بنزله بقنن نزوله في الاول لغايه لما يبدا يخش تاني في ريتم الفرقه. فما فيش عندي فكره لعيب اساسي، احنا بنقعد نحاول قدر الامكان طول الوقت ان احنا نهندل الموضوع ان كله بيلعب من غير ما يبقى فيه اي خطوره على اي لاعب في الاصابات، وان كله يبقى الاداء دايما في اعلى مستوى ليه. طيب من تصريحات كولر لان مهمه جدا بعد اي مباراه مهمه للنادي الاهلي نعرف ونسمع التصريحات المختلفه. طبعا هنروح لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي، وهو قال كام حاجه وكام نقطه اشار ليها كانت برضو من النقاط المهمه. هو قال ان الفريق حقق فوز مهم جدا على حساب إمبي، واوضح كمان ان الاهلي حصد ثلاث نقاط يعني اللي هو كان بيطمح ليهم ومهم جدا في مشوار المنافسه على اللقب. طيب اشار كمان الى ان الفريق بيخوض سلسله من المباريات، هنا بقى النقطه المضغوطه، ويتعامل معاها بهدوء شديد من اجل تجاوز هذه الفتره. هي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم عنها للاسف الشديد كل موسم بنتكلم ونتحدث ونشير الى ان الاهلي للاسف الشديد بيعاني من فترات وماتشات يعني وللاسف وقت مضغوط جدا جدا، ما فيش اي مساحه ان الواحد يعني يشعر براحه شويه، يفصل بين البطولات يفصل بين الماتشات. نتمنى خلينا نقول نتمنى ان الموسم القادم ما يكونش فيه هذه المشاكل او تتكرر فيه هذه المشكلة مرة أخرى. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. يعني الحمد لله طبعا واحده من اللقاءات المهمه بالنسبه لنا سواء بترجع بيها لمباراه الدوري، فكان كويس قوي ان حاله التركيز اللي كان فيها اللعيبه
يعني الدوري واحدة من الأهداف الرئيسية والأساسية في الأهداف اللي احنا عايزين نحققها السنة دي. عندنا مباراة مع طلائع الجيش يوم الجمعة، وبعدين مباراة مع السيراميكا يوم الاثنين، وبعدين الاستعداد لمباراة الوداد. يعني أنا مش عايز أسبق الأحداث خالص، ومش عايز الكلام يبقى فيها كتير قوي مباراة الوداد وأفريقيا بشكل عام. يعني مهم جدا إن احنا يبقى في حالة هدوء شديد جدا، بحيث إن أنت لما تيجي مباراة الوداد بإذن الله وما قبلها يعني يبقى الاستعداد تصاعدي، ما يبقاش فيها من دلوقتي خالص. لأن أنت في النهاية لو بتتكلم من دلوقتي أعتقد إن الأمر هيبقى سابق لأوانه بشكل كبير قوي. كابتن سعيد، النهارده 4 عناصر اساسيه مش موجوده في التشكيل، 4 عناصر دخلوا غيرهم، ما حسناش بفرق الفريق النهارده 2-0، وجمله من الاهداف ضاعت كمان. يعني الحمد لله، الحمد لله طبعا. يمكن تحضير اللعيبه وتجهيزهم سواء كان على المستوى الفني او المستوى البدني او المستوى الذهني ده مهم جدا. يعني بطوله الدوري هي الاصعب، لان انت بتتكلم على موسم طويل جدا بتعدي بمراحل كتير قوي، سواء كانت اجهاد او اصابات او حاله فنيه او ضغوط ضغط مباريات. فالمهم جدا جدا الحاجات الاساسيه والمهم قوي ان انت بقى كل جاهز. يعني كابتن سالم، يمكن الضغط 9 ايام فيهم 3 مباريات، شايف ده هتتعاملوا معاه ازاي؟ خلاص الحمد لله اول خطوه ام بي خدناها، فطلائع الجيش خلاص 48 ساعه هنلعب طلائع الجيش، وبعد كده كمان سيراميكا. توصل الاختيارات دي خاصه طبعا بالجهاز الفني والراجل يعني، لكن الخاص اللي انا اتمنى الناس كلها تاخد بالها منه ان احنا عايزين حاله هدوء شديد جدا في اليومين 3 اللي جايين، في الخمس ست سبع ايام اللي جايين لحد ما تنتهي مباراه سيراميكا. ومن بعد مباراه سيراميكا يبقى حاله التركيز تبقى موجوده، بحيث انها تبقى تصاعديه يعني. لكن من دلوقتي الناس بتتكلم على مباراه الوداد، طبعا هي نهائي افريقيا، يعني تاريخ عظيم للنادي الاهلي، 4 مرات متتاليه عملها الاهلي، يعني عملها مرتين، عملها 2005 كان النهائي مع النجم الساحلي، و2006 مع الصفاقسي، و2008 و2007 مع النجم تاني، وبعدين 2008 مع القطن الكاميروني، والنهارده بتعملها 4 مرات متتاليه برضو. يعني 2020 مع الزمالك، 21 مع كايزر تشيفز، و22 مع الوداد، و23 مع الوداد مره ثانيه. ده بالنسبه لابطال الدوري. الاهلي عملها 6 مرات بس كانت بطولتين مع بعض، 82 و83 و84 و85. 82 و83 كانت دوري الابطال، 84 و85 و86 كانت كاس الكوس بمسماها القديم، 87 رجعنا ثاني للابطال. يعني انت عملت 6 فاينل ورا بعض، بس كان داخلين بطولتين ورا بعض يعني. فتاريخ عظيم جدا للنادي ولاعيبته والمنظومه ككل يعني. لكن انا بقول ان احنا نهدى خالص، يعني مهم جدا جدا نوصل اللعيبه حاله هدوء شديده جدا، يعني حاله تركيز في الدوري. الاولويات دلوقتي بطوله الدوري واحده من الحاجات المهمه جدا لينا السنه دي، عشان نوصل لمباراه طلائع الجيش بشكل هادي جدا، ما فيهوش نرفزه، وان شاء الله الرحمن يا رب باذن الله ما يبقاش في اي حاجه خالص الاصابات في المباراتين اللي جايين. بعد مباراه طلائع الجيش وسيراميكا نبدا نتكلم على الوداد ان شاء الله. ده كلامكم على اللعيبه ودي رسالتك لعيبه، رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ما بتخلاش على الفريق في اي لحظه. لا يعني انا مش عايز اقول رسائل، هو عارف دوره كويس قوي يعني. ان شاء الله الرحمن نبقى عند حسن ظنكم ونحقق بطولتين مهمين جدا غاليين جدا، اللي هي بطوله الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. امبارح كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي عن موقف النادي من الدعوه المرفوعه بشان تشكيل لجنه الانضباط. طبعا هنقول لحضراتكم نصها بالظبط، وبالمناسبه الكلام ده حصل في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي، قال فيه نصا: استجابه لما تم طرحه مؤخرا بشان ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومه الرياضيه، وبناء على ما جاء في الخطاب الوارد عفوا من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، ووصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة لاتخاذ اللازم قانونا. فقد قرر النادي ترك الخصومة في الشأن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة، ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام. كلام محترم. وبرضو الخبر اللي جاي مهم، الاتحاد الافريقي لكرة القدم استقر على طاقم التحكيم. مهم جدا قبل اي مباراة مهمة يا كريم، دايما الناس تقول لك مين التحكيم؟ أيوة. مين الطاقم بتاع التحكيم؟ نتكلم هنا في ذهاب طبعا نهائي دور، يعني ده عفوا دوري ابطال افريقيا، عندنا خلينا نقول هيقام طبعا على استاد القاهرة الدولي. اول حاجة خلينا نروح للحكم الليبي اللي تم الاستقرار عليه، هو معتز ابراهيم، وهيتواجد ايضا التونسي هيثم قراط حكما لتقنية الفيديو، والجزائري مصطفى
غربال مساعد الفار، والكاميروني فومو كارين مساعد ثاني في تقنية الفار. طيب خلينا نركز شوية على الحكم الليبي معتز إبراهيم، هو عنده 33 سنة وكان قبل كده عنده تاريخ كبير، وكان أدار كمان مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي لو حضراتكم فاكرين، اللي كان في دور ربع النهائي من البطولة. كمان تولى مهمة إدارة لقاء الجيش الملكي وبيراميدز، كانت مباراة برضو ناجحة جدا اللي أقيم في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. طيب هتقام المباراة إمتى برضو باللغة الأرقام أو بالتواريخ؟ مباراة الذهاب هتكون يعني على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 4 يونيو، وهتقام مباراة الإياب هتكون في الدار البيضاء يوم 11 يونيو. فبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله، طاقم حكام أعتقد محترم، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ما يكونش في أي تجاوزات، أي مشاكل، أي حاجة يعني تثير أو تؤثر على سير المباراة، نتمنى يكون في يعني ندية قوية، بس أكيد الفوز يكون للنادي الأهلي إن شاء الله. وبإذن الله هيكون يا رب إن شاء الله. برضو بالمناسبة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والأنسات بيشارك في البطولة الإفريقية للجمباز المقامة في جنوب القاهرة، هتبتدي يعني النهاردة إن شاء الله والحد يوم 28 مايو. منتخبنا بيضم لاعبين على أعلى مستوى اكتسبوا خبرات كبيرة الحقيقة من خلال مشاركات سابقة قارية ودولية وكمان عربية، ويعتبر واحد من أفضل المنتخبات الإفريقية في الآونة الأخيرة. وبالمناسبة منتخبنا مرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة إفريقيا للجمباز الفني اللي بتنظمها جنوب إفريقيا، أكيد بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. حاجة جميلة. تعال بقى نروح زي ما احنا متعودين كل يوم لحالة الطقس ودرجات الحرارة ونرجع نكمل. مشهد من فوق مصر خطير يعني، ومن برضو لما تيجي تصور من الداخل، لكن في بعض الأماكن للأسف ما فيش، احنا ما بنحافظش عليها، احنا ما بنحافظش عليها. هنتكلم في الموضوع ده، بس خلينا عشان معانا على التليفون دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية معانا على التليفون. دكتور منار بونجور عليكي، صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند واستاذ كريم وكل الساده. اهلا بيكي، وكالعاده بنحب تكوني متواجده معانا في اول الاسبوع طبعا وفي نهايه الاسبوع عشان نطمن الناس كمان على الويكند اخباره ايه، هل هيكون بقى في ارتفاع في درجات الحراره الفتره اللي جايه، هل هيكون ويكند يعني زي ما قال كده ممكن الناس تسافر، هيكون في استمتاع بدرجات الحراره ولا هيكون في برضو تقلبات؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو بالفعل هيبقى فيه استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، احنا بدأنا من بداية هذا الأسبوع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فأدت لارتفاع درجات الحرارة، وده اللي متوقع أن هو يستمر معانا نهاية هذا الأسبوع مطلع الأسبوع القادم. متوسط درجات الحرارة بالنسبة للقاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية عظمى فترة النهار، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد هي اللي بتتأثر أكثر بارتفاع درجات الحرارة العظمى عليها 42 درجة مئوية خلال فترات النهار، فبالتالي خلال الأيام المقبلة واليوم الأجواء فترة النهار بتكون أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق كمان من سواحلها الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان درجات الحرارة بدأت ترتفع وتتحسن بشكل كبير عن الأسابيع الماضية، صغرى فترة الليل ما بين 22 ل 23 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، فأجواء فترة الليل أيضا أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية فيما عدا بعض المناطق سواحلنا الشمالية هتبقى عليها الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. كمان متوقع أن يكون معانا فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية أو بعض المناطق من جنوب البلاد، ده طبعا اليوم وغدا ممكن كمياتها تزيد مع يوم الجمعة القادمة وتتحول لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب سيناء، لكن مجمل الأمطار في الأيام المقبلة إن شاء الله أمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. خلينا ننوه كمان ان احنا معانا نشاط رياح خلال فترات المساء ساعات الليل، خلينا نحس اكتر بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه، لكن مع يوم الجمعه والسبت هيكون مثير ببعض الرمال والاسربه في غرب البلاد الصحراء الغربيه او سواحلنا الشماليه الغربيه، فمهم جدا ناخد بالنا من الاسربه والرمال المثاره يوم الجمعه ويوم السبت القادم. يعني هو ويكند ليس الافضل نقدر نقول بقى للخروج او للسفر او للعائلات ان هي تستمتع، لان هيكون في اتربه بشكل كبير في المناطق الغربيه، هيبقى في اتربه بالفعل المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط في الصحراء الغربيه، هيبقى في اتربه بشكل كبير في الصحراء الغربيه يوم الجمعه والسبت القادمين. احنا مهم ناخد بالنا لو احنا حتى خرجنا مفيش مشكله تماما،
لكن لو احنا خارجين لازم نرتدي الكمامات عشان مرضى الكتله الصدريه طبعا والجيوب الانفيه. بالنسبه لدرجات الحراره الحمد لله بدانا نشعر بالاستقرار، فترات تقليل البروده ما بقتش موجوده بشكل كبير. فمهم كمان ان احنا فترات النهار نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره. فتره الظهيره الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان كمان السمه الاساسيه في الايام المقبله هي درجات الحراره المرتفعه، لان احنا خلاص بنقترب من فصل الصيف والاجواء الصيفيه. رائع جدا تغطيتك كالعادة متميزة جدا، شكرا. في أي استفسار؟ لا تمام، أنا كويس أنتوا اتكلمتوا في تفصيلة الأتربة دي، لأن كان في كلام من دكتورة منار أكيد برضو أدرى مننا بالتفصيلة دي، كان في كلام اليومين ثلاثة اللي فاتوا على السوشيال ميديا إن في احتمال كبير لوجود عواصف ترابية، بس ما فهمناش من الكلام اللي هي في الصحراء الغربية، إحنا تخيلنا إن هتكون في القاهرة وبعض المحافظات كمان، فحضرتك وضحتي النقطة دي، مشكورة. هو طبعا الايام الماضيه كان في اتربه ورمال مصارعه، كان يوم الاحد الماضي والاثنين ودخلت الاتربه ورمال مصارعه على المناطق الداخليه. احنا الاتربه ان شاء الله يوم الجمعه هتبقى في الصحراء الغربيه والمناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، مع يوم السبت ممكن تتقدم لبعض المناطق الداخليه. فعشان كده احنا بنقول مهم جدا المتابعه اليوميه للحشرات الجويه، لان احنا لسه في الربيع وارد يحصل بعض التغيرات في التقلبات الجويه في حالتنا. صحيح. تمام، رائع جدا، نشكرك انا وكريم اكيد دكتور منار غانم، شكرا لحضرتك. يعني فكره ان الدنيا حر ماشي، لكن كمان هواء بتراب كده كتير، هوا اجواء خمسينيه كده، شمس بارتفاع درجات حراره بجو ما فيهوش اكسجين جامد، ده لسه اعد ايه تاني؟ خلي بالك ده لسه، ده احنا كده ما شفناش حاجه، الصيف لسه ما ابتداش. خلي الناس اللي بتحب الصيف تستمتع بالست شهور الجايين واحنا نطلع فاصل. انا رايي كده والله يا كريم، دايما بتقول الصح والله. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بيكم مره ثانيه، تعالوا بقى نروح نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروع المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سارة حامد. سارة موجوده ومنوره الدنيا في طبعا اهلي الجزيره، وهتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي. هي هتعرفنا خلال يومين تقريبا. الصوت مش واصل غالبا لسالة، فهي مش سمعانا. سالة سمعانا؟ صباح الفل، سمعانا كويس؟ هو في ديلي 3 دقايق. ايه بقى؟ لا انا كده سامعاك دلوقتي يا كريم. صباح الفل عليكي واهلا بيكي، وعايزين نعرف منك بقى ايه الاخبار. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك انا هوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في نهايه الاسبوع، وكالعاده طبعا زي ما متعودين دايما، يعني انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس طبعا خليني قبل ما اتكلم في كل الامور المتعلقه بجميع فرق النادي الاهلي الرياضيه، ابارك طبعا ليك يا كريم، وابارك ليك انا هوند ولكل يعني جمهور النادي الاهلي بعد فوز فريقنا طبعا الفريق الاول لكره القدم امبارح تحت قياده مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وفوزهم طبعا امبارح على نادي امبي ضمن منافسات بطوله الدوري طبعا الممتاز لكره القدم بهدفين مقابل لا شيء طبعا باقدام احمد عبد القادر ومحمد شريف. طبعا ببارك للكل، يمكن خليني اقول لكم طبعا انه يعني مستر مارسيل كولر المدير الفني قرر يمكن بعد المباراه مباشره انه الفريق ما يريحش خالص، يعني بدون راحه الفريق النهارده هيستمر ويواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله. ويمكن خلاص يعني يعتبر ما فيش وقت، المباراه القادمه هتكون بعد بكره يوم الجمعه مع نادي طلائع الجيش، ويمكن النهارده ان شاء الله الفريق هيتمرن او الاول تجمع هيكون الساعه 5 التدريب هيكون الساعه 6 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله مع نادي طلائع الجيش ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتقام على استاد او ملعب استاد الكليه الحربيه في تمام الساعه 8 مساء. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، ويمكن زين طبعا ما عارفين يا كريم هوند انه خلاص بالنسبه لي يعني لعبه كره اليد ولعبة كرة الطايرة يمكن خلاص السيزون خلص بالنسبة لجميع الألعاب، يعني سيزون أوف بالنسبة للكل أو أوف سيزون، يمكن بس كرة السلة رجال هم لسه يعني مواصلين في الموسم ولسه يعني منافسات طبعا بطولة البال أو بطولة أفريقيا لكرة السلة طبعا اللي مقامة حاليا في رواندا. يمكن خليني أقول لكم إنه ما زال يعني البعثة فريق النادي الأهلي وطبعا يعني معاهم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
طبعا رئيس للباسه حاليا، لان طبعا كلهم متواجدين في رواندا. ويمكن اول مباراه كانت بالنسبه لفريق النادي الاهلي كانت في الربع النهائي من البطوله، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي وتاهله طبعا لمباراه السيمي فاينل امام نادي ريج الرواندي، اللي انتهت اكيد بفوز فريقنا بنتيجه 94-77. ويمكن بعد المباراه دي طبعا النادي الاهلي رسميا يعني بشكل رسمي هيكون في مباراه النصف النهائي، واللي هتكون النهارده ان شاء الله طبعا امام نادي استاد مالي، واللي هتقام في تمام الساعه 9:30 مساء على استاد او ملعب كيجالي ارينا في رواندا. خليني اقول لكم ان الفريق يعني من بعد يوم الاحد او يوم السبت عفوا اخر مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، الفريق واصل تدريباته بشكل طبيعي كل يوم على نفس الملعب كيجالي ارينا، طبعا اللي عليه كل المباريات بالنسبه لبطوله البال او السوبر او الدوري الافريقي لكره السله البال. طبعا يمكن الفريق كان بيواصل تدريباته امبارح، يعني انها تدريباته امبارح بالليل على نفس الملعب، ويمكن من خلال يعني طبعا التدريب يمكن مستر اجاستي بوش اجتمع مع جميع لاعبي النادي الاهلي قبل وبعد التمرين واتكلم معهم يعني في يعني عن اهميه او ضروره طبعا الفوز بمباراه اليوم، ويعني طبعا ان هم يحققوا انجاز كبير بتاهلهم اكيد للمباراه النهائيه من بطوله البال هتكون ان شاء الله يوم السبت المقبل. ويعني بنسبه كبيره خلينا نقول بنسبه 90% ان شاء الله نادي الاهلي يواجه فيها نادي بيترو دي لواندا الانجولي طبعا في المباراه النهائيه، ويمكن سبق نادي الاهلي اكيد يعني واجهه هنا في التصفيات او المنافسات بمجموعه النيل اللي شارك فيها نادي الاهلي طبعا، واللي كانت يعني مقامه على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر، وشفنا مباراه ساعتها كانت قويه جدا بالنسبه لنادي الاهلي وفريق بيترو دي لواندا الانجولي، ولكن يعني طبعا شفنا في الاخر اخر 3 ثواني انتهت بفوز فريق بيترو دي لواندا بفارق نقطه واحده بس عن فريق النادي الاهلي، فهي مباراه في غايه الصعوبه في غايه يعني طبعا الاهميه ان هم النهارده الفريق يفوز ويتاهل للمباراه النهائيه اكيد امام بيترو دي لواندا بنسبه كبيره ان شاء الله يوم السبت المقبل. كمان خليني اقول للساده المشاهدين انه يعني بالنسبه لبطوله البال يمكن بطوله البال او يعني يعني الجميع المسؤولين في بطوله البال اعلنوا يعني انه النادي الاهلي هو الاكثر فعاليه في البطوله يمكن بنسبه 51%، وفريق بيترو دي لواندا بنسبه 48%، وده طبعا يعني بنشوفه اكيد خلال المباريات مش بس اللي موجوده حاليا في نهائيات في بطوله البال، يمكن ده من قبل كده كمان في مجموعه النيل واكيد مجموعه الصحراء اللي كانت يعني قبل كده اتلعبت هنا في القاهره قبل ما الفريق يسافر لرواندا وطبعا يشارك في نهائيات بطوله البال. ده بالنسبه للفريق الاول لكره السله. طبعا خليني بقى اتكلم شويه عن يعني نجوم النادي الاهلي في لعبه كره اليد، ويمكن النادي الاهلي وافق على اعاره يعني الكثير من لاعبي النادي الاهلي في كره اليد للكثير من الانديه، يمكن طبعا الظهير الايمن مهاب سعيد وافق النادي الاهلي على اعارته يا كريم ونهواند لشباب الاهلي الاماراتي طبعا في الامارات عشان يشارك اكيد مع الفريق في نهائي كاس رئيس الدوله امام نادي الشارقه، وده هيكون ان شاء الله يوم السبت المقبل. يمكن مهاب امبارح سافر للامارات عشان ينضم وطبعا يشارك مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله المباراه دي هتكون بالنسبه له يوم السبت المقبل مع فريق الاهلي الاماراتي. كمان يعني ثنائي النادي الاهلي احمد عادل وعبد الرحمن فيصل، النادي الاهلي وافق على اعاره الثنائي يعني على سبيل الاعاره لنادي العربي القطري، ويمكن يعني سافر الثنائي يعني منذ يعني بعض ايام لقطر عشان طبعا يشاركوا مع الفريق، يمكن اول مباراه كانت بالنسبه للثنائي كان امبارح امام العربي امام عفوا يعني الدحيل وهو يعني حامل اللقب وايضا بطل الدوري، ولكن يعني بمشاركه الثنائي وان هم حققوا يعني ارقام يعني كويسه جدا طبعا في المباراه، يمكن احمد عادل يعني سجل 9 اهداف وعبد الرحمن فيصل سجل 4 اهداف وكمان 4 اسيست و3 بلوك، يعني ارقام طبعا كالعاده متعودين منها من ثنائي النادي الاهلي بنشوفها طبعا في مباراه امس، ويمكن ده اللي قاد بالثنائي الفريق للتاهل طبعا للمربع الذهبي بالنسبه لفريق العربي القطري، يمكن فازوا امبارح على الدحيل بنتيجه 18-11، وان شاء الله يعني ده كان يعني اكيد في كاس الامير اللي مقام في قطر. بعد كده ان شاء الله بالنسبه لعبد الرحمن فيصل بعد يعني ما يخلص مهمته مع فريق العربي القطري هيسافر على طول للرياضه عشان يشارك مع فريق مدر السعودي، واللي برضو يعني اكيد نادي الاهلي وافق على اعارته لفريق مدر السعودي عشان يشارك مع الفريق في كاس النخبه، وده اللي هيقام ان شاء الله في الرياض، وده يمكن ده ان شاء الله هيبتدي على طول بعد ما عبد الرحمن فيصل يعني ينهي مهمته اكيد مع فريق القطري. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل يعني اخبارنا النهارده متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم تفضل.
بشكرك شكر جزيل زميلتنا العزيزة سالة حامد. وطبعا الكادر اللي احنا تابعناه من يعني من خلال التغطية دي كادر حلو جدا. طبعا سالة الجميلة محلية الكادر واكيد اللي محليه اكتر واكتر الكؤوس الجميلة اللي كل كاس منهم على حدة جه نتيجة مشوار طويل ورا منه جماهير عظيمة. واللي احنا شفناه ده ايه ده ما تيسر من الكؤوس يا حضرات دي زاوية واحدة ده دولاب صغير بالظبط كده يا رب يزيدهم يا رب اللهم امين. بشكرك جدا زميلتنا اكيد العزيزة جدا سالة حامد. تعالى بقى نروح للملف المهم جدا لان اتكلمنا وطرحنا هذا الموضوع بالامس مع حضراتكم والحمد لله ان هو تم يعني تداركه بشكل اعتقد محترف جدا وفي نفس الوقت بشكل انساني جدا. اعلنت لجنه المنافسه في اتحاد كره القدم الاسباني توقيع عقوبه قاسيه على نادي فالنسيا الى جانب الغاء البطاقه الحمراء اللي هي حصل عليها امبارح وكنت بقولها لحضراتكم انا كريم في الخبر البرازيلي اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراه طبعا امس امام ريال مدريد اللي شفناها وكانت ناس كتيره جدا قالت لك ده ظلم. يعني هو ليه اللاعب يكون في يعني اشادات وصيحات عنصريه ضده في المدرجات وبعد لما هو يتعصب وعمل اشاره يعني حتى ما كانتش فيها نوع من خليني اقول الاساءه يعني. لا هو بس يعني كان تعدى شويه او فكرهم ان هم يعني بالترتيب بتاعهم او سقوطهم او هبوطهم للدرجه الثانيه يعني فهي فكره ان هو رد بطريقه ليها علاقه بواقع لكن ما اهنهمش ما ردش بنفس الطريقه ما شتمش مثلا ما تجاوز ولكن البعض شاف او كان الحكم تحديدا هو وقتها لما كنا بنقول الخبر بالامس شاف ان ده تجاوز من اللاعب واداله بطاقه حمراء وطرده. الصحيفه هنا كمان اتكلمت صحيفه تياس الاسبانيه قالت اللجنه أصدرت بيان جاء فيه التالي ثبت كما بيّن الحكم في محضره أنه كانت هناك صيحات عنصرية ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس أثرت على سلوكه الطبيعي واعتبرت المخالفات خطيرة أو خطيرة للغاية وأضاف تقرر إغلاق مدرجات ملعب فالنسيا بشكل جزئي لخمس مباريات وعقوبة مالية قدرها 45,000 يورو وتابعت يمكن لفالنسيا التظلم على العقوبات خلال 10 أيام على عمل أمام لجنة الاستئناف في المقابل قررت اللجنة إلغاء البطاقة وده اللي يهمني بقى في الخبر كله إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس خلال المباراة وبالتالي هيكون متاح للمشاركة في المباراة القادمة لريال مدريد وده أعتقد يا كريم خبر ايجابي جدا. امبارح احنا فعلا واحنا بنقول الخبر وناس كتيره حتى علقت على الموضوع ده على السوشيال ميديا كنا مش فاهمين يعني هتافات عنصريه ضد لاعب يعني بشكل كان مبالغ فيه وبعدين يتم طرد اللاعب يعني انا مش فاهم يعني هو ازاي اصلا الحكم لا طبعا كان قرار ظالم جدا وبالتالي اللي حصل النهارده او القرارات اللي صدرت النهارده الصبح او من ساعات قليله جدا في حق فينيسيوس وريال مدريد اعتقد قرارات سليمه 100% وناس كتيره جدا يعني اصرها هذا الموضوع انا شايفه ان ده فير جدا يا كريم وفكره كمان ان هم يعاقبوا يعني فريق فالنسيا وان هم يوقفوا المباريات او يعني بوجود الجماهير او يغلقوا هذا المكان خمس مباريات اعتقد ده فير انف وبيتم حاليا تحديد كمان كل الناس اللي كانت بتشارك في هذه الاساءه عشان اللي هيتحرموا بعد كده مدى الحياه من حضور اي مباريات. فعلى فكره الحاجه العدله الوحيده الحاجه الحلوه الوحيده ان كان في حاجه حلوه في الموضوع ده اللي ممكن تكون استجدت هي فكره ان الواقعه دي وكانك يا نهاوند رميتي طوبه في المايه الراكده. احنا لغايه امبارح بنتكلم وبنقول ايه احنا بنشوف في القرن الكام وفي اوروبا ولسه ناس بتتكلم على عنصريه واساءات وتمييز عنصري الى اخره. يمكن الواقعه دي ينتج عنها حاجه تغير الواقع الاليم ده. قد يكون فكره ان الدنيا اتقلبت اليومين الثلاثه اللي فاتوا بالمعنى الحرفي وصلت كمان لمساله يعني المسائل وصلت لازمات سياسيه وان في الحكومه البرازيليه استدعت السفير الاسباني يمكن ده ينتج عنه حاجه عشان الظاهره التعيسه دي ما تستمر. كويس يعني بس هو حظهم بقى يعني وحش وانا فرحانه فيهم اللي هم الست اشخاص دول تحديدا او ضمن المجموعه كان في ست اشخاص تم تحديدهم او تصويرهم يعني بشكل محدد من كاميرات ريال مدريد. انا شفت جزء صغير من الفيديو ممكن نبقى نعرضه لحضراتكم بس الجزء ده موضح اشكالهم بشكل يعني واضح جدا فيري كلير يعني فده كويس جدا لان لازم الناس دي يتم محاسبتها زي ما انت بتقول ده بيخلق بعد كده مشاكل بين الدول ملهاش اي لازمه يعني عشان شويه او مجموعه من البشر لسه مخها يعني اعتقد في سنوات ماضيه في عصر جاهلي لسه عايشين فيه شيء طبعا صعب جدا وخصوصا ان اللاعب ده
ده فينيسيوس جونيور دي مش الواقعه الوحيده اللي حصلت له، ده وكان الموضوع ممنهج، يعني لما تبقى بيتعرض للنوع ده من الاساءه بشكل مستمر ويتم تشبيهه يعني ببعض الحيوانات ويتم الإساءة ليه بموجب درجة لون بشرته، يعني كتير من اللعيبة كمان مش بس فينيسيوس، يعني كتير جدا، عشان كده تضامنوا معاه كتير من اللعيبة ومش بس أصحاب البشرة السمراء، لا كتير من اللعيبة. كنت بقول لحضراتكم نيمار ورونالدو البرازيلي وكتير وكتير والعديد من اللعيبة اللي لهم اسم كبير جدا اللي هم رافضين ده، وأعتقد أي إنسان سوي، أي إنسان سوي يرفض العنصرية، يعني في الاختلاف حياة، في الاختلاف حياة، لو ربنا كان عايزنا كلنا حاجة واحدة كنا زماننا كلنا حاجة واحدة، فمفيش الكلام ده طبعا. تعالوا بقى نروح لألمانيا، يعني يوم السبت اللي جاي ان شاء الله هيكون يعني ده اليوم اللي هتقام فيه اخر مباراه في البوندز ليجا، وطبعا هيكون فيه حفل ضخم للتتويج بلقب الدوري. مدينه دورتموند الالمانيه بتستعد للاحتفال ومحتاجه الفوز في مباراتها الاخيره عشان تتوج رسميا باللقب. دورتموند لحد دلوقتي بيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين امام بايرن ميونخ، وبيحتاج انه يفوز على ضيفه في اللقاء القادم ان شاء الله عشان يحصل على اللقب. متوقع يكون في احتفالات كبيره جدا في دورتموند ويحضرها حوالي 200 ألف مشجع، وده طبعا رقم ضخم جدا أكيد بتستعد له المدينة بشكل استثنائي. تم الكشف عن تفاصيل الاحتفالات اللي هتبتدي بعد نهاية المباراة إن شاء الله يوم السبت، ثم موكب يوم الأحد لمدة 4 ساعات. سيجوب هذا الموكب جميع أنحاء المدينة في طبعا حال تتويج دورتموند بأول ألقابه في الدوري من أول سنة 2012، يعني بقى لهم فترة حلوة قطعية كبيرة، وبكده هيكون يعني بينهي بقى هيمنة وسيطرة بايرن ميونخ اللي استمرت لعشر سنوات. طبعا شرطة مدينة دورتموند نشدت كل الجماهير وقالت لهم ما معناه المطلوب منكم ان انتوا تتصرفوا بحكمة وبمسؤولية وبشكل سلمي، الكل عنده فرصة لإظهار دورتموند بإنها مكان إيجابي، وإن شاء الله يعني هيكون كده بإذن الله. كلام محترم. بص بقى احنا هنروح لآخر فقرة معانا أو خبر معانا الفقرة دي، وهي عن تمارين كابتن محمود فوكس طبعا زي ما احنا متعودين معاه مدير جيم الرجال في النادي الأهلي بالجزيرة، وهنروح فاصل ونرجع. بس قبل ما نعمل ده أنا بس عايز أقول حاجة سريعة، لأن كان في ناس بعتة بتسأل هل التمرينات اللي احنا بنمارسها من خلال اليوتيوب أو البرامج المختلفة اللي بتبقى معروضة، اللي بتبقى مدة مثلا 5 دقايق 7 دقايق وفي مدد أكتر على اليوتيوب، هل يعني انا لو مارستها في البيت ده يعني كافي عن ان انا اروح الجيم؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني انا اعتقد من وجهه نظري، وان احنا برضو يعني بفهم شويه في الموضوع ده، فكره ان انا حتى لو همارس رياضه 7 دقايق في اليوم افضل مليون مره من ان انا اقول لا ده مش هيعمل حاجه فمارست رياضه خالص. يعني 5 دقايق اللي انت ممكن تقلد فيهم تمرين قدامك على شاشه في البيت قبل ما تنزل بحكم ان يومك كله مسحوم وما عندكش فرصه خالص انك تروح الجيم او امكانيات ماديه مثلا لا تسمح، كل واحد فينا طبعا عنده ظروفه المختلفه، فالخمس دقايق دول ان انت تمارس رياضه فيهم باللي انت بتشوفه على الشاشه افضل بكتير لو عملتها يوميا من ان انت ما تمارست حاجه خالص. فاي عاده وان كانت عاده مدتها يعني 5 دقايق في اليوم اكيد اكيد هتفرق معاك على المدى الطويل. هنروح نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير لجميع نادي العظام، وصباح الخير لجميع اعضاء نادي الاهلي بكل فروعه. دايما ربنا يحفظكم في كل صحه وسلامه يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا دخلنا في موسم الاجازه، اجازه سعيده على الكل يا رب، وربنا يحفظنا جميعا. طبعا احنا جايين النهارده عشان برضو انا بحب اتكلم في تفاصيل كده معينه ممكن تفرق معانا قدام جدا، يعني تبعدنا مسافة طويلة جدا عن موضوع الإصابات اللي بتحصل جوه الجيم. إيه هي؟ عايزين نفرق بس ما بين حاجة اسمها التمرين الاستاتيك، أو عشان كده بالعربي بس نسهل على بعض، تمرين الثبات وتمرين الديناميك، التمرينات اللي من الحركة. طيب إمتى يا كوتش أعمل التمرين ده وإمتى أعمل التمرين ده، وده فايدته إيه وده فايدته إيه؟ هو ده اللي جايين نتكلم فيه النهاردة في الحلقة مع بعض، ويا رب تكون حلقة خفيفة كده عليكم وتعجبكم. خلينا نتكلم الاول على التمرين الاستاتيك. التمرين الاستاتيك يا جماعه احنا بنلجأ ليه في حالتين. الحاله الاولانيه لو واحد كبير او واحده كبيره في السن فمش هتقدر تعمل تمارين من الحركه، فهي عايزه نفس النتيجه او نفس الافكت بس يكون تمرين من الثبات. او الناس اللي عندها لا قدر الله اصابات مش هتقدر تعمل تمرين وعايزه تقوي العضله عشان تبدا ترجع لمرحله التاهيل، ان بدورها هيرجعها تاني تعمل التمرين من الحركه اللي هي التاهيل اللي هي ما قبل الاصابه، ترجع تاني لاعب سليم يقدر يشتغل التمرين بتاعته في الملعب مع الفريق بتاعه.
هم دول حالتين بتوع تمرين الاستاتيك اللي هو تمرين الثبات. طيب تمرين الديناميك اللي احنا كلنا بنعمله او الاسترتشات الديناميك اللي احنا كلنا بنعملها اللي هو الشخص السليم ممكن يعمل مثلا سبيل المثال تمرين البايسبس ده تمرين ديناميك، ممكن يعمل تمرين الكيرل ده تمرين ديناميك اللي هو الهامسترين كيرل او الليك كيرل ده تمرين ديناميك، ممكن الاكستنشن ده تمرين ديناميك تمام. فاحنا كده عرفنا ده بنعمله امتى وده بنعمله امتى، الايفكت هما الاثنين واحد، بس ده بعمل تقويه عن طريق الثبات عشان خاطر انا عندي ظروف في جسمي يا اما اصابه يا اما انا كبير في السن زي ما قلت لحضرتك فمش هقدر اعمل تمارين من الحركه. وعرفنا تمرين الديناميك اللي ممكن اعمله لو سواء لاعب ما عندوش اي حاجه بيقدر يشتغل تمارين الديناميك، ودي بتبقى مرحله متقدمه شويه، او ممكن حتى لو انا كبير في السن بس بقدر اتحرك مش ما وصلتش لمرحله اللي انا اقعد مش قادر اتحرك، ساعتها ممكن اقبل بتمارين الديناميك بس بحجم او شده قليلين عشان ظروف السن. طبعا احنا خلينا نتفق ان طبعا العمر مجرد رقم، انا ما عنديش مشكله شاب عنده 20 سنه لشاب عنده او حد كبير في السن عنده 50 او 60 سنه، الاثنين يا جماعه بيعملوا نفس التمرين بنفس الكفاءه، بس هي العزيمه والاراده هي الفاصل ما بين الاثنين. انا عايز اكون حد معين فهوصل له، انا مش عايز اكون حد معين فهفضل مكاني محلك سر ومش هوصل للي انا عايزه او هدفي. فخلينا نخش على التمرين، التمرينات طبعا امثله للتمرينات الاستاتيك او الاسترتشات الاستاتيك وتمارين او استرتشات دايناميك. طبعا خلينا نبدا الاول لان المشكله كلها والاصابات كلها بتيجي معظمها في الرجلين، فلو انا عندي خشونه، عندي غضروف في مفصل الركبه، عندي لا قدر الله طالع من عمليه رباط صليبي فعايز ادخل الجيم، الدكتور قال لي هتبدا تدخل الجيم مثلا بعد 6 شهور، بعد 3 شهور زي ما بشوف مثلا لعيبه الكوره. طيب انا كلاعب بقى طالع من اصابه وعندي مشكله في ركبتي وعايز ابدا ادخل الجيم عشان اعمل تمارين تقوي العضله عن طريق ان انا اثبتها او تمرينات ثبات اللي هو الاستاتيك اللي قلنا عليه، بس في نفس الوقت ما اعملش حركه عشان ما ترجعنيش تاني للاصابه، اعمل ايه؟ مثلا عايز اقوي عضله الكوادريسبس او العضله الاماميه، ابدا افرد ظهري على الكرسي. طبعا بالسبب ده اللي احنا جبنا الكرسي فيه ان انا افرد رجلي على الكرسي واجيب مشط رجلي عليا ويكون موازي للرجل الثانيه اللي ثابته بزاويه 90 على الارض. اجيب مشط رجلي عليا ليه؟ عشان خاطر اعمل كونستراكشن او شد او فليكشن لعضله الكوادريسبس اللي هي مرحله الشد يعني. ببدا اثبت من 10 ل 15 او 20 حسب الحاله ثبات. ده تمرين بقوي فيه العضله الاماميه وفي نفس الوقت ما بعملش حركه. فمعنى كده انا بحافظ على المفصل اللي فيه الاصابه او بعد ما عملت مثلا عمليه رباط صليب او غضروف، وفي نفس الوقت انا بقوي عضله الكوادريسبس. بعمل 20 او 30 ثانيه زي ما قلنا. برجع تاني بعمل نفس الكونستراكشن لعضله الكوادريسبس في العضله او في الرجل الشمال، زي ما انا واقف كده بشد بطني طبعا، افرد صدري زي ما احنا متفقين، ظهري مفرود، باص قدامي، بجيب مشط رجلي عليا و بثبت زي ما احنا شايفين. طب انا عايز ازود الخطوره بتاع التمرين او الايفكت بتاع او صعوبه التمرين شويه، انا ممكن اعملها من الحركه بس مش من المفصل بقى، لا بحركه الهيبس اللي هو الحوض. ممكن اعمل حركه دائريه وبرده العضله ثابته. اوكي؟ ممكن اعمل حركه افقي فوق تحت زي انا مثبت نفس الوجبه كده، ممكن يمين شمال، ممكن بقى لو انا عايز اروح لمرحله متقدمه شويه ممكن اقول له مثلا اكتب لي حرف الام، ارجع تاني حرف الام، حرف الان، حرف الاس، ايا كان الحرف، يبقى انا كده بجبره بديله لعبه صغيره وفي نفس الوقت بشغله عن ان هو يثبت رجله عشان ما توجعوش ويقول لك لا انا عايز خلاص تعبت، لا انا بديله لعبه يعني في نفس الوقت اللي انا بعمله تاهيل للاصابه. عملنا التمرين الاستاتيك مثلا الاماميه، طيب تعال نعمل خلفيه، نعملها ازاي؟ الحاجات دي يا جماعه بتخص اللعيبه اكتر طبعا. انا ممكن انام على ظهري اهو تمام، وبحط كعب رجلي على الكرسي زي ما انا ثابت. طبعا اللور الابر باك او الظهر كله على الارض ستريت، وبرفع رجلي كده الهيبس وبرتكز على العضله الخلفيه يا رب تكون باينه للمشاهدين، وبرتكز على كعب رجلي. الوقفه دي بتعمل شد للعضلات الخلفيه، يبقى انا كده بعمل تمرين استاتيك للعضله الخلفيه من غير ما اعمل اي حركة تأذي المفصل سواء الهيبس أو الني اللي هي الركبة، بثبت. طبعًا أنا ممكن أعمل التمرين ده برضه ثلاث مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية. بعمل المجموعات بتاعتي، يبقى أنا كده عملت تقوية لعضلة الرجل وعملت تقوية لعضلة الخلفية. تمام؟ طيب لو عايز أعمل برضه عندي يا سيدي مزق مثلًا في عضلة البطن، مزق في عضلة الظهر، أنا بقول لك الإصابات دايمًا المشهورة في الجيم. ساعتها مفيش افضل من تمرين البلانك لانه من الثبات اهو. اوكي طيب يا جماعه التمرين ده صعب عليا شويه، انا حد عندي 50 60 سنه وصعب عليا شويه، اعمل ايه تمرين استاتيك اهو؟ اثبت فوق 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 واعمل 10 كمان زيهم ب 20 عده، يبقى انا برضو قويت عضلات الظهر او العضلتين النصفتين العمود الفقري اللي هي العضله القطنيه، عملتها تقويه في مرحله الثبات. ونقيس بقى كل التمارين دي يا جماعه على تحت او مظله التمارين الثابته او التمارين عديمه الحركه اللي هي الاستاتيك. ممكن اعمل يا جماعه استرتشات استاتيك؟ اه، بس دي اعملها امتى؟ السؤال الاخير اللي هنجاوب فيه في الحلقه، امتى اعمل استرتشات استاتيك وامتى اعمل استرتشات دايناميك؟ ده للانسان بقى السليم اللي ما عندوش اي اصابه تاني خالص. انا ممكن اعمل استرتشات استاتيك دي بتكون بعد التمرين. طب الاستاتيك الدايناميك اللي هي بتبقى ملحقه دي بتبقى قبل التمرين، تمام؟ ممكن اعمل استرتش استاتيك ده بيبقى بعد التمرين طبعا للخلفيه، هناخد مثلا مثال عضله الخلفيه وبثبت، ده استاتيك مش ثبات كده، بعمل استرتش الهيبس اللور باك الخلفيه الكالف اللي هي السمانه. طيب لو انا لسه داخل التمرين وسخنت وعايز اعمل بس استرتشات قبل ما اخش التمرين بتاعتي، بعمل حاجه بسيطه، واحد وارجع تاني، واحد وارجع تاني، واحد وارجع تاني، عشان خاطر احافظ على نسبه الدم او اساعد نسبه الدم اللي داخله العضله. لكن طبعا في اخر التمرين انا بحاول ارتاح واريح العضله بتاعتي من المجهود اللي انا وقعتها عليه عن طريق الاسترتشات، واريحها من وجود حمض اللاكتيك طبعا اللي هو مسؤول عن العرق، مسؤول عن التمرين في فتره التمرين، الشده طبعا والحمل والاوزان اللي انا نزلتها عليه. كده يبقى احنا جاوبنا او عرفنا الفرق بين الاستاتيك والديناميك، وامتى بيتعمل، وايه فايده ده وايه فايده ده، وفي الاخر ممكن نعمل ايه عشان نوصل للنتيجه المطلوبه، سواء انا مصاب او كبير في السن او حد سليم جدا ما عندوش اي مشكله، اوصل للنتيجه بتاعتي المطلوبه. يا رب تكونوا استفدتوا، واكون كده ضيف خفيف عليكم مع كابتن محمود فوكس في النادي الاهلي في حلقات جايه كتير ان شاء الله. الف سلام. يا اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه النهارده عندنا ماتش مهم جدا في نصف نهائي بطوله افريقيا للانديه لكره السله. اكيد عايزين نتكلم مع حضراتكم عن هذه المباراه وعن حصاد كمان رجال السله في الفتره الاخيره. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا كابتن اسلام علي، وهو طبعا نجم النادي الاهلي السابق في كره السله. يا صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الخير يا كابتن كريم. صباح الخير يا هوان. صباح الفل يا كابتن، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وخليني قبل ما نخش في تفاصيل طبعا كره السله والتطوير اللي حاصل حاليا، وحابين كمان نقارن دلوقتي ب يعني ازمنه سابقه، انا حابه اروح مع حضرتك بدايه. ابتديت في النادي الاهلي من سن كام؟ لعبت من عند يعني ليه اخترت اصلا كره السلة؟ انا عارفه الطول باين يعني، بس يعني كان الاختيار من الاول ليه؟ خلينا نبدا عن حضرتك الاول ناخد فكره. انا بالنسبه لي انا بادئ باسكت وانا عندي 9 سنين، نادي صغير كده في اسكندريه، انا من اسكندريه اصلا. ما زي كريم بقى بلديه. يبقى اكيد عارف النادي شبان المسلمين اسكندريه. طبعا طبعا، نادي كويس، ونادي دايما الانديه الصغيره بيبقى فيها اهتمام جدا بالتعليم والتاسيس والكلام ده. من وانا عندي 17 سنه او 18 سنه رحت النادي الاهلي، ومن ساعتها انا في النادي الاهلي. لعبت في قطاع الناشئين في الاهلي 4 سنين. يعني ما رحتش مرورا مثلا بسموحه او بالاتحاد السكندري؟ لا لا، من شبان المسلمين على النادي الاهلي كان ما بينهم سنه كده في منتخب مصر. هي. منتخب مصر شباب. حلو. ودي كانت ملفته شويه. حضرتك عارف طبعا يعني ان الانديه اللي في الباسكت زمان طبعا مش دلوقتي، يعني كانوا اهلي زمالك جزيره اتحاد تقريبا. طبعًا. اللي هو قوام المنتخب اقصد يعني. طبعًا. فلما يبقى في لعيب يعني يخش المنتخب من بره الاربع انديه دول كان بيبقى ملفت شويه النظر، فده كان يعني برده سبب. لا، وبالذات في الزمن ده كان كمان الاسماء السكندريه او القادمه كتير. من نوادي اسكندريه كتير، عمرو ابو الخير، ويعني كان كتير زمان رائع. فدي كانت ساعدتني شويه ان انا اظهر اكتر، وان دخلت منتخب مصر وانا في نادي شبان المسلمين. تاني سنه على طول كنت في النادي الاهلي، لعبت 4 سنين في النادي الاهلي ناشئين، بس انا من دي وان في النادي الاهلي وانا في الفريق الاول، يعني وانا في الناشئين في الفريق الاول. لحد ما تداركت بقى سنين طويله في النادي الاهلي درجه اولى ومنتخب مصر طبعا شباب والكبير، ولعبت كاس عالم. ولما بطلت بقيت مدرب في النادي الاهلي حاليا، بقى لي 6 أو 7 سنين هو مدرب في النادي الاهلي. جميل. طب ده سبب قاطع بقى ان احنا نعرف من حضرتك رؤيتك لاختلاف الاجيال، واحنا يعني الفتره اللي حضرتك ممكن تبقى يعني ايه قطعت فيها شوط حلو في مشوارك. الفتره دي كانت كره السله في مصر ليها شان تاني، وكان ليها نسبه متابعه ونسبه مشاهده عاليه جدا. والناس كلها كانت عارفه اسماء اللعيبه وحاجات زي كده. مظبوط. ايه اللي حصل؟ ايه اللي استجد؟ ايه اللي اتغير؟ وتحديدا للاحسن، ايه اللي استجد احسن للاعيبه الجيل الحالي على مستوى هو في حاجات يعني حاجات اتغيرت للاحسن وحاجات اتغيرت للاسف للاسوء. خلينا نتكلم على الاحسن. أو ممكن نتكلم على الاثنين بالظبط عشان نعرف الحاجات اللي اتغيرت للاحسن. نبدا بالاحسن. الحاجات اللي اتغيرت للاحسن ان
ان بقى في شعبيه اكتر للعبه، بقى في اهتمام اكتر كاعلام وكسوشيال ميديا وكمواقع تواصل اجتماعي كتير، مش بس فيسبوك، حاجات تانية بيبقى فيه. بس ده ما قللش او ما زودش من الشعبيه، زي ما حضرتك بتقول الناس من زمان عارفه اللعيبه باسميها بارقام تيشيرتاتها. كابتن ورده عمرو ابو الخير السلعاوي ما كانش فيه لا تلفزيون ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا الكلام ده، بس كان الميزه بقى، الحاجه اللي بقت اوحش ان ما بقاش فيه حضور جماهيري زي الاول، وده الغريب لان اللعبه شعبيتها عماله تزيد، بس الحضور الجماهيري ممكن يكون ظروف البلد او المشاكل اللي بتحصل من تواجد الجماهير ايا كان الاسباب. انما احنا كنا زمان التمرين مش الماتشات، التمرين في ناس كتير جدا بالذات في اسكندريه، على فكره انا بكلم عشان اسكندريه هي معشوقه السكندريين. كنا نحضر التمرين بتاع فرقه الاتحاد السكندري زمان، مفيش مكان في المدرج تقعدي، ده تمرين، ما بالك بقى ماتشات لما طبعا. بيبقى مثلا جايه مثلا الاهلي او الزمالك او الجزيره من القاهره يلعبوا الاتحاد في اسكندريه ده يوم. هل ده راجع لان المستوى الفني للانديه ما بقاش زي الاول، فربما ما بقاش يشد الجماهير زي الاول، ولا ايه اللي حصل؟ هو لا، المستوى الفني فيه نقطتين، الموهبه واللي حاصل دلوقتي. الموهبه بشكل عام بتقل كموهبه، ولكن الطرق اللعب دلوقتي اتغيرت، بقى في قوه وسرعه اكتر. يعني زمان رتم اللعب او تيمبو اللعب زمان ما بقاش مش زي دلوقتي، دلوقتي بقى فيه سرعه وقوه اكتر، وعناصر اللياقه البدنيه بقت مؤثره بشكل اكبر. زمان كانت الجماليات حاضره بس على حساب المهاره وعلى حساب الموهبه وعلى حساب اللقطات الجماليه والكلام طبعا. ده فده الفارق اللي حاصل ما بين الاجيال. ليه الموهبه ليه مش في تزايد او تصاعد طالما في اكاديميات وطالما بقى في الانتقاء اكبر بالرياضه؟ الانتقاء والتدوير على والبحث على المواقع والبحث على اللعيبه وطريقه انتقاء اللعيبه، الاطراف والاطوال والكلام ده اللي بيكتشفوا، يعني الناس اللي بتدور زي في الكوره الكشافين يعني. كان زمان الموضوع ده، دلوقتي الناس بقت بتستسهل، ابعت صور، ابعت واتساب، ابعت مش عارف ايه، يعني هي ده تطور التكنولوجيا خلى الناس بقت بتريح اكتر في الشغل. انما لما الناس بتنزل بايديها ورجليها وتشوف بعينيها وتجرب وتلف هنا وهنا وهنا، وده اللي، وعلى فكره رئيس القطاع الحالي ناشئين في النادي الاهلي الاسباني كوتش داني، كنت لسه من قريب بتكلم معاه في الموضوع ده، نصحني بالموضوع ده، قال لي ما تسيب الموبايل، انزل بص بعينك، شوف هنا وهنا وهنا. لما تبقى مثلا موجود في نادي بتتفرج على ماتش، ما يبقاش همك ان انت تتفرج على الماتش وتمشي، لا، عينك دايما بتبص في كل حته، بتتفرج على الاولاد والبنات الصغيرين، ده انتقاء. قال لي وانت ماشي في الشارع وانت قاعد مع قرايبك في اي حته. اوكي، ده اللي احنا كنا بنعمله زمان من غير ما نحس. طب يعني ده اللي احنا كنا بنعمله زمان ككشافين او كمدربين من غير ما نحس. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انت النهارده بقت الانديه زي مثلا النادي الاهلي عنده اكاديميات، بقى بيدور جوه اكاديمياته بس. اوكي، انما مجال الرؤيه فين بقى، او مجال التطوير اكتر؟ فده طبعا، لكن الموهبه موجوده، لكن احنا فين نشوفها؟ هي دي النقطه. كويس. طب انا عايز اسالك برضو عن فكره يعني جلب لعيبه بافكار، لعيبه محترفه يعني بافكار، وفكر تاني بقى اوروبي خلينا نقول، وحتى المدربين دلوقتي بين، يعني مثلا عندنا جوستي بوش اللي ماسك دلوقتي النادي الاهلي، فالفكر الاجنبي والرؤيه الاجنبيه هل اضافت لكره السله خلينا نقول بهذا الشكل، ولا ايام زمان كان فرق كبير؟ لا طبعا، ما كانش فيه الاعتماد بهذا الشكل على برضو المحترفين وغيره. لا الرؤيه الفنيه عنده خبرات كبيره قوي كوتش جوستي، وكوتش داني على فكره عنده رؤيه وعنده خبرات كبيره قوي. والرؤيه الفنيه اللي هي الرؤيه الفنيه اللي هي القماشه اللي معاك ايه انت بتشتغل عليها، مش محتاج ان انت تجيب لعيبه وعشان تكسب بيها. بدليل احنا الاتحاد المصري لكره السله عامل نظام كده بتاع الصفقات، اللي هو بطل المسابقه بطل الدوري من حقه صفقه واحده الموسم اللي بعده، تاني الدوري من حقه صفقتين. النادي الاهلي السنه اللي فاتت، سيبك من السنه دي، واخد الدوري خلاص، السنه اللي فاتت كان واخد الدوري فمن حقه صفقه، اوجستي ما عملهاش. طب هو معلش سؤال ده من باب الفضول البحت يعني، اتفضل. ليه محجمين الانديه؟ مش كل نادي وقدراته مثلا؟ حلو السؤال. انا مع القرار ده ليه، لان لو انا فتحتها قلت كل واحد يجيب الصفقات اللي هو عايزها، اللي معاه فلوس هيجيب، نادي معهوش فلوس او نادي يعني مش ماديا مش قوي فمش هيقدر، خلاص هتبقى المنافسه محصوره ما بين نادي او اتنين اللي معاهم فلوس. ده رقم واحد، فلوس. رقم اتنين،
بيقرب الفروقات الجبس اللي ما بين الفرق الكبيره وبعضها. بمعنى انا بطل الدوري، انا خدت الدوري بالقماشه اللي معايا، ازود لعيب واحد بس، رابع او خامس الدوري من حقه يجيب خمس لعيبه. طب ليه ينفع يمشوها بان كل يعني في سقف مثلا للارقام؟ ما هو السقف سته من غير ما نعدد عدد اللعيبه. السقف سته، السقف سته. الاول صفقه، الثاني صفقتين، الثالث والرابع ثلاث صفقات، الخامس والسادس اربع صفقات، من اول السابع ست صفقات، وده السقف. انا وجهه نظري السابع ده لو كان معاه امكانيات ما كانش هيبقى السابع. ما هو عشان كده سمح له بقى بست لعيبه يغير شكل قماشه الفرقه. ست لعيبه على فكره من اصل، ست لعيبه ده يعني نص فرقه تقريبا. فيقدر يغير الشكل، وبالتالي احنا يعني اتحاد السله بيعمل افكار كتير عشان خاطر يبقى مجال المنافسه كبير. اصلا الباسكت كده كده مجال المنافسه كبير، يعني احنا لعبه الباسكت مختلفه عن الفولي والهاندبول شويه. في ايه؟ الفولي والهاندبول مثلا المنافسه تنحصر ما بين اهلي زمالك، ممكن فرقه تخش كده ايه تخبط شويه، لكن في الاخر البطوله اهلي زمالك. نفس الكلام فولي، نفس الكلام هاندبول. الباسكت الوضع مختلف، الباسكت اهلي زمالك جزيره اتحاد سبورتنج سموحه جيش اتصالات. ممكن البطوله في الاخر ياخدها مثلا فرقه من الخمسه دول، لكن الثلاثه التانيين بيكون ليهم دور في مين يكسب البطوله. يعني ممكن مثلا الاتصالات ما ياخدش بطوله بس يكسبك ويخسرك، سموحه ممكن او يعطلك يعني ممكن يكسب ماتش مثلا يخلي البطوله فرقه تانية تاخدها. فدي صعوبه الباسكت بشكل عام. فالفكره كويسه. نرجع بس للسؤال بتاع الرؤيه الفنيه بتاعت مثلا كوتش وستي، ده دليل ان هو ما جابش الصفقه اللي انا قلت بقول عليها. هو واخد الدوري السنه اللي فاتت وما جابش الصفقه. ما جابش صفقه ليه؟ ان هو عينه على الفرقه اللي موجوده كويسه مش محتاجه، رقم واحد. رقم اتنين هو شايف ان اللعيبه اللي معاها كويسه، مين بره احسن من اللي عنده بره، دي يعني في الانديه الثانيه، دي رقم اتنين. رقم ثلاثه ودي اهم نقطه في الموضوع، انه باصص دايما لقطاع الناشئين في الاهلي. وده الصح وده اصح حاجه. ال 20 وال 18 وال 16، ال 16 كمان، بالرغم من لائحة الاتحاد بتسمح انه يلعب يشارك ال 20 وال 18 بس، لعيب ال 20 او ال 18 يلعب يشارك في الماتشات الدرجة الأولى، ال 16 لا. بس هو بيطلع من ال 16 يحضروا التمارين، اللعيب عنده 14 و15 سنة لسه يعني ورور زي ما بيقولوا، يحضر التمرين يبقى شايف قدامه لعيبة الدرجة الأولى النجوم، عمر طارق وإيهاب أمين وعمرو الجندي وي وي وي، يعني إنه يحضر بس التمرين معاهم دي أكيد هيستفيد. ويلعب عليهم ياخد له مثلا 10 دقائق ربع ساعه جوه الجيم اللي في التمرين بيستفيد. مهم جدا صحيح. فرؤيته الفنيه دي مخلياه ما بيعملش الصفقه اللي هو عايزها، مخلياه القماشه اللي معاه بيشتغل عليها بشغله الفني. فتجربه ناجحه جدا كوتش اوجوستي. هو نجح على فكره في مصر من ايام ما كان في نادي الزمالك. نادي الزمالك دي حقيقه. فهو راجل عينه كويسه وشغله الفني كويس، واهم من اهم مميزاته انه عنده ثبات انفعالي. عنده ثبات انفعالي، ما بيتاثرش لما السكور بيطلع او ينزل، وثباته الانفعالي ده اللعيبه بتتاثر بيه، وده وضع طبيعي. اللعيبه بيتاثر بمدرب عصبي هتلاقي اللعيبه بتتشد، مدرب هادي هتلاقي اللعيبه هاديه. فهو ناجح في الحته دي، ناجح في الحته دي. عامه الصفقات هو مش مجبر اي مدير فني بيها، يعني هو ليه صفقه عايز يعملها يعملها، مش عايز يعملها بالظبط. نادي ثاني ليه ثلاث صفقات ممكن يعمل اثنين كويس، لكن هو اخره كده، يعني اخره صفقه، اخره اثنين. احنا ما نيجي نتكلم بقى عن يعني منتخبنا على الصعيد بقى المحلي كله، فبتشوف احنا واصلين لفين، وفي نفس الوقت ايه اللي بينقصنا عشان نقدر نقول احنا بننافس على التوب 3 وممكن ناخد مثلا مركز اول؟ ايه المشاكل عندنا؟ احنا اوريدي خلاص الحمد لله تاهلنا كاس عالم، بنبارك طبعا الاتحاد المصري كره السله والفريق الاول ان احنا تاهلنا كاس عالم بعد جنوب السودان، ودي كانت مش عايز اقول مفاجاه، بس هي جنوب السودان عامله منتخب قوي قوي السنه دي. ال 12 لعيب بتوع منتخب جنوب السودان مش عايشين في السودان اصلا. هم كلهم جامعات امريكيه وبيلعبوا في اوروبا. السنه اللي فاتت او من سنتين لما السودان اتقسمت جنوب وشمال، بقى في منتخب للشمال ومنتخب للجنوب. منتخب الجنوب معظمه عايش بره وبيعرفوا يصرفوا فلوس كويس، بيدعموا. ولما اتقال لهم في تصفيات كاس عالم تعالوا، كله جه طبعا. اعتقد ده جزء من اللي ناقصنا احنا كمصر، ان احنا نعرف نستقطب لاعبتنا اللي بره. في حاجه كويسه حاصله في مصر دلوقتي بالنسبه لعيبه الباسكت، ان في لعيبه صغيرين كتير بيطلعوا دلوقتي منح دراسيه وكامبات ومعايشات بره وبياخدوا خبرات.
بيرجعوا مصر بيبقى ليهم شكل احسن اكيد. انما المشكله ان في لعيبه بتطلع على اماكن مش قويه بيطلع وخلاص وما بيبقاش عليه عين ولا متابعه فبيرجع مش بس كويس بيرجع اوحش من الاول لانه ما بياخدش اللي غيره بياخده. طب. بيطلع جامعات مثلا قليله او بيطلع جامعات ما عليهاش اهتمام او دول دورياتها مش بالقوه المطلوبه ممكن لكن في عندنا نماذج كويسه طلعت ورجعت بشكل كويس اهمهم مثلا عاصم مرعي ابن كابتن احمد مرعي يا ريت يبقى عندنا 7 8 10 12 لعيب يا ريت يبقى كده. النظام اللي عامله الاتحاد المصري بيخلي مجال المنافسه قوي في الدوري بيبرز لعيبه كويسه بتاخد خبرات كويسه لما يبقى عندنا كوتش زي كوتش اوجوستي برؤيته الفنيه بدعمه للعيبه الصغيرين ده في المستقبل بينتج. احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا متارجتين في النادي الاهلي ان كمان مثلا سنتين ثلاثه اربعه السكواد بتاع الفريق الاول كله ولاد النادي ودي حاجه كويسه جدا. ده بيأثر طبعا على منتخب مصر لو كل الانديه عملت نفس الكلام ده هتلاقي في الاخر منتخب مصر واقف على رجله بينافس على بطوله افريقيا ببساطه صعوده لكاس العالم ما بقاش حاجه غريبه ولا مفاجاه ونبص لبعد كده بقى يعني احنا صعدنا كاس العالم وعين في مجموعه نوعا ما مش وحشه طب ليه ما يبقاش نعدي الدور الاول والدور الثاني فدي بتبقى يعني تراكم سنين من الشغل ان شاء الله تبقى دي البدايه باذن الله يعني ان شاء الله. طب خليني برضو اسال حضرتك شويه عن الفنيات، هل احنا بنتكلم ان احنا عندنا حاليا سكواد كامل ومتكامل في كل المراكز بتاعته ولا احنا محتاجين دلوقتي من وجهه نظرك طبعا مقارنه باللعب دلوقتي وزمان من وجهه نظرك احنا محتاجين لا مراكز تدعيم اكتر فيها؟ والله وجهه نظري انا شايف ان القصور في بوزيشن بيعالجوا الكوتش بالمحترف. بمعنى يعني الاهلي كان معاه والتر هوج محترف ده بوينت جارد او بلي ميكر لما مشي جاب بوينت جارد برضه جاب بلي ميكر. طب في ناس تقول طب انت مش محتاج انت عندك ايهاب امين وعندك 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 فهو كل مدرب ليه وجهه نظر في اللعيب المحترف اللي هيجيبه اللي بيعالج بيه القصور. انا وجهه نظري ان اي قصور او اي بوزيشن مش موجود يتعالج بالاداره الفنيه. بمعنى ايه؟ انا قعدت بعمل كده مع فرقتي لما يكون عندي لعيب او بوزيشن مش متوفر او بقدر اوظف على حسب رؤيتي لعيب تاني في بوزيشن تاني اني اوظفه للشغلانه اللي انا عايزها كبلاي ميكر مثلا. انا عندي مثلا فرقه فيها بلاي ميكر واحد ما ينفعش فرقه يبقى فيها بلاي ميكر واحد فممكن اجيب لاعب كتر او لاعب مثلا امكانياته تنفع تبقى بلاي ميكر على حسب رؤيتي برده واوظفه واعمل الكلام ده. في الدرجه الاولى بيعالجوا الموضوع ده بالمحترف لان الاتحاد فاتح ان يبقى فيه محترف معاه. لما في قطاع الناشئين مفيش الكلام ده ففي قطاع الناشئين فنيا بيتعالج باللي انا بقوله ده. فرقه الاهلي ما شاء الله السكواد متكامل فرقه الاتحاد برضو سكواد متكامل طبعا لو عندنا كل الاطوال حلو. كمان يعني عمر عرابي ده بتهيألي اللي الشاشه عليه دلوقتي من اطول اللعيب ما شاء الله يعني هو مترين وحاجه تاني 2 متر 18 ما شاء الله يعني وعندنا لعيبه 170 بالمناسبه فيعني كل الاطوال موجوده ما هو كل بوزيشن وليه احتياجاته يعني بالزبط. المحترف مايكل تومسون ده 1 متر 60 دايما البلاي ميكرز يعني قصيرين نسبيا بالمقارنه ببقيه الفريق مطلوب منه انه يبقى قصير طبعا هو يا سلام لو بلاي ميكر طويل حضرتك كنت بتقولي في الاول انت طويل وبتاع انا كنت اقصر واحد في فرقتي على طول الحساب انا كنت اقصر واحد لاني كنت بلاي ميكر مطلوب ان البلاي ميكر يبقى قصير على قد ما بتسهل مساله المراوغه السرعه ونقل الملعب شغل البلاي ميكر انما ساعات البلاي ميكر القصير بيبقى يعني فنيا كده في حاجات جوه الملعب بيبقى لو البلاي ميكر ده طويل بيبقى مفيد جدا طبعا. طب تعالى بقى نتكلم شويه عن ماتش النهارده واحنا خلاص وصلنا لنصف نهائي البال وتوقعاتك للمباراه ورؤيتك كمان للي جاي في ضوء اللي فات واللي فات كان حلو يعني بنتكلم ان احنا فزنا بدوري السوبر وفزنا بالكاس شايف اللي جاي بناء عليه عامل ازاي؟ هو زي ما حضرتك بتقول كده اللي فات كان حلو انما خطورته ان كان في اجهاد جامد قوي على الفرقه بانت حتى من قبل السفر ان كان في تصفيات لبطوله البلدي هنا في القاهره وكانت في وسط ماتشات الدوري يعني لعبوا وبعد كده خلصوا البال بعد كده رجعوا اللي هي التصفيات بتاعت البال قبل ما يسافروا رواندا وبعدين لعبوا فاينل للدوري بيست اوف فايف وبعد كده سافروا رواندا فالنتيجه حلوه ولكن في المقابل ده في اجهاد شويه
ده بقى زي كره القدم اكتر اكتر لان موضوع على كل الرياضات كده. الباسكت برضو مختلف عن كره القدم في ايه؟ انا الخمسه بيروحوا يهاجموا والخمسه بيدافعوا. الكوره لو في مثلا الهجمه معانا ممكن الباك ليفت او الباك رايت او الباكات واقفين مستنيين الهجمه ترجع لهم، في ستة سبعة بيجروا واثنين واقفين، انما الباسكت لا، الباسكت خمسة بيجروا. بس برضه مساحة الملعب غير يعني، فمش كبير قوي يعني زي انا متحيز للباسكت. مش حقك برضه. اجمالي على فكرة واكيد في احصائيات بتتعمل، اجمالي المسافات اللي بيجريها اللعيبة في المباراة الواحدة ممكن تتفاجئ نواد ان هي مش عارف كام كيلو متر لما تتحسب. ده زائد ان السبرنت القصير بيتعب اكتر، بيتعب اكتر من السبرنت الطويل. فارجع بقى لموضوع الاجهاد، كوتش اوكوستي بيعالج الاجهاد ده بايه؟ بالروتيشن اللي بيعمله دايما، دايما بيعمل روتيشن، هو معروف بالكلام ده بالذات اول 20 25 دقيقه في الجيم اللي هو اول الهاف تايم الاولاني ونص الكوارتر الثالث، بيعمل روتيشن كويس كويس جدا كمان ما شاء الله. الروتيشن ده سواء اللي خارج واللي داخل ده ادى كويس او ادى وحش، هو ما بيبصش الحته دي على قد ما بيبص ان هو يفنش الجيم بفول باور. يعني ايه فول باور؟ يعني اللي نازلين يفنشوا الجيم واقفين على رجليهم، نفس موجود، الدنيا تمام. ده بسبب الروتيشن الكويس اللي بيعمله، وبيعالج بيه برضه موضوع الاجهاد، لان الفرقه ما شاء الله واقفه على رجليها باين، ولاعبين بطولات كتير قوي. بطوله البال اللي هو ماتش النهارده سيمي فاينل، ماتش من اصعب الماتشات اللي ممكن يقابلها. نظام البطوله اصلا، نظام البطوله اصلا مصعب الموضوع. ليه بقى؟ البطوله طبعا برعايه الام بي اي، صرفه كويس على البطوله، عامله اربعه محترفين لكل فرقه، اربعه محترفين، يعني البطوله فيها اربعه محترفين، يعني الخمسه اللي في الملعب استثنائي ده، الخمسه اللي في الملعب اربعه منهم محترفين، وممكن واحد كمان يكون متجنس. يعني ما تبقاش بطوله افريقيا دي بطوله اوروبا. فعلا فعلا بيحصل. بس فيهم واحد ثابت مع الفرقه طول الموسم، يعني احنا معانا اربعه محترفين، مايكل تومسون ده معانا طول الموسم في الدوري المصري، وجايبين ثلاثه كمان. فالنهارده احنا هنلاعب فرقه استاد مالي، فرقه بطل الدوري المالي. المالي على فكره في الباسكت متطوره جدا 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 كام سنه الاخرى، عندهم محترفين كويسين جدا، دايما بينافسوا على بطولات افريقيا على مستوى المنتخبات. كون ان هم وصلوا سيمي فاينل بطوله افريقيا بالنظام الجديد ده، يبقى فرقه بتحترم. في دور الثمانيه فرقه استاد مالي كسبت سلاك الغيني اللي كان معانا في المجموعه فرق 4 بونت. بطوله قريبه جدا، مفيش ماتش ضعيف. موضوع المحترفين ده معلي قيمه وقوه البطوله، ومعلي الفرق كلها، مقربها من بعضها. يعني احنا دايما معروفين ان فرق انجولا سواء بيترو لواندا او بريمو دي اوجست او اي فرقه من انجولا او منتخب انجولا على مستوى المنتخبات دايما متسيدين القاره، الكلام ده ما بقاش موجود. بطل البطوله السنه دي، بطل البطوله السنه اللي فاتت بطوله افريقيا البال دي، اتحاد المنستيري التونسي خرج من التصفيات بسبب النظام اللي انا بقوله لك ده، ان الفرق كل فرقه معاها اربعه محترفين وغير اللي بيجنسوا، فكله بقى قوي، مين يكسب ما تعرفش. فبطوله صعبه جدا، بس رجالتنا ان شاء الله قادرين يكملوا لان هم ماشيين بشكل كويس، اللهم لا حسد، ربنا يكملهم يا رب على خير. كوتش اوجوستي قاري الفرقه كويس، متاكد. النهارده الصبح كان عندهم اجتماع فني، في جزء فيديو طبعا على فرقه استاد مالي. انا عارف ان كوتش اوجوستي بيحضر كويس، وده التدريب يمكن الصور بتاعته الاخيره اللي انا متواصل مع الناس هناك باستمرار كل يوم. امبارح بالليل كان عندهم اجتماع فني، والنهارده الصبح كان عندهم اجتماع فيديو بيجهزوا الماتش النهارده. ان شاء الله يكونوا محضرين كويس، الاهم ان شاء الله يكون في توفيق. يعني انا ممكن اكون محضر ومذاكر بس ربنا مش موفق، ان شاء الله يكون في توفيق ويأدوا بشكل كويس ونكسب، عشان احنا متوقعين ان شاء الله ان احنا نقابل الطرف الثاني في قبل النهائي بترو لواندا انجولا مع فرقه السنغال، فرقه قويه جدا، ماتش صعب ما تعرفش مين اللي يكسب. بس انا بقول ان كفه انجولا ارجح كخبرات، ان شاء الله نقابلهم تاني في النهائي ونعوض الخساره اللي خسرناها منهم في التصفيات اللي كانت في ارضنا. ان شاء الله طب كابتن اسلام، في ظاهره لازم نقف عندها شويه بقى لما نيجي نتكلم عن سله سيدات.
حصلوا الموسم ده الحمد لله وحصلوا على كل البطولات. فده تألق مش هقول غير مسبوق، بس هو تألق زايد شوية هذا الموسم، وده شيء رائع ويدل على حاجات كتيرة جدا إيجابية وحلوة، ونظام وديديكيشن وكله. بتشوف ده ازاي برضو لو قارنا ده بسنوات ماضية؟ بنفس الكلام، المنظومة، مجلس الإدارة السنة دي نادي الأهلي دعم جامد جدا فرقة الباسكت سيدات. بداية الدعم ان جابوا الثعلب المكار الخبير طارق خيري، طبعا الهيد كوتش. انا اشتغلت مع كابتن طارق خيري 4 سنين في الفريق الاول، كان هو مدير فني وانا كنت مدرب العام، وعارف كويس قوي كابتن طارق بيفكر ازاي ودماغه شغاله ازاي وبيقرا الملعب ازاي وطريقه تمرينه عامله ازاي. طارق خيري ما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا يحميه ويزود له يا رب بطولاته. بيعرف يقرا الملعب كويس، بيعمل روتيشن كويس. مجلس الاداره دعم كابتن طارق بصفقات، بالرغم من ان حصل شويه ظروف كده في لعيبه ما قدرتش تكمل الموسم، انما الفرقه واقفه على رجليها. شغل كابتن طارق باين، معاه جهاز معاون محترم ولاد النادي وفاهمين، معاه مخطط احمال عارف شغله كويس قوي وموقف الفرقه على رجليها. المجال المنافسة في السيدات بقى زيه زي الأولاد، فرق كتير قوي بتنافس، إنما بدليل إن فرقة سبورتنج الغريم التقليدي النادي الأهلي على مستوى السيدات ما وصلش فاينل دوري ولا فاينل كاس. وده كان ملحوظ برضه فعلا بسبب نادي الجزيرة، وده اللي يبين لك قد إيه إن الباسكت مجال المنافسة فيها مختلف. فعاملين موسم كويس جدا، ان شاء الله ما يقفوش عنده، ان شاء الله يكملوا السنه اللي جايه واللي بعدها، لان هو جيل محترم جدا. وحضرتك بتتكلم شايفين لقطات جميله جدا، اصرار كابتن محمود رقبته هتوجعه من الميداليات. ده حقيقه انا مش عارفه هيشيل كل ده ازاي، لو في عيل صغير ممكن يشيله كمان في الموضوع. ابن كابتن عليا نجمه النادي الاهلي. حلو قوي برضو ان يبقى لسه في يعني لعيبه مكمله، مسيرتها مكمله، مفيش حاجه بتوقفك، لا شغل ولا جواز ولا اي حاجه. مظبوط مظبوط. يعني الديديكيشن ده رائع بصراحه. بس اللي شايله العيل دي مدربه الفريق. كانت مدربه، ما انا عارفه، بس كانت بتلعب في الصف. انا صعبانه عليا والله العظيم. رقبت كابتن طارق خير اهو. كله لقطات جميله وتوريني لك فعلا الدنيا ماشيه ازاي جوه. لا هو كابتن محمود الخطيب واستاذ عمرو فاروق بصراحه واقفين ورا الالعاب الصالات بشكل كبير قوي الكام سنه الاخيره دي، وتحقق طفره في الكام سنه دي. داعمين جامد قوي. انا هتكلم على الباسكت تحديدا، لكن طبعا العاب الصالات كلها الفوليو هاندبول ماشيين بشكل كويس. ووراهم كابتن محمود الخطيب واستاذ عمرو فاروق بصراحه داعمين، بس انا هتكلم على الباسكت كمجالي. لا ورانا في كل صغيره كبيره، حتى على مستوى قطاع الناشئين ورانا وداعميننا وبيحضروا لنا دايما ماتشات كتير، ودايما بيحفزونا ودايما بيعملوا اجتماعات فنيه، ودايما موفقين ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه. وطبعا يعني احنا بنسعد اكيد بكل انجاز بيتحقق سواء من فريق الرجال او من فريق السيدات. اكيد النجاح على فكره النجاح ده ما بيبقاش فردي، يعني هي لعبه جماعيه والنجاح جماعي، لان عمر ما الفرقه هتقف تستلم ميداليات اول كده غير لما يكون في اخلاص من الفرقه واللعيبه والجهاز ومجلس الاداره. طبعا اتمنى بس اخر حاجه الجمهور يرجع تاني. امنيه حياتي الجمهور يرجع، احنا مفتقدينه جدا جدا جدا، وبانت في البطوله الاخيره في التصفيات. احنا استضفنا تصفيات افريقيا عندنا في الصاله ما كانش فيها 20 30 واحد. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. نتمنى. نورتنا يا كابتن اسلام بجد، فقره ممتعه. ميرسي جدا، مبسوط ان انا كنت معاكم الحقيقه. نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا لوجودك معانا، وخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضل. نرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما احنا شفنا وتابعنا امبارح حققنا مكسب مهم جدا طبعا على إمبي، وحصدنا الثلاث نقاط خلاص. عندنا لسه ماتشات مهمة في الدوري، عندنا لسه طبعا ماتش يعني خلينا نقول ايه ماتش بطولة بإذن الله خلاص يعني أمام الوداد المغربي، وناس كتيرة من دلوقتي بتتكلم عن الماتش وبتحلل ازاي الرؤية هتكون، وهل هي 50-50 ولا الأهلي يعني كفته أرجح ولا لا، بالعكس الولاد هيجي زي ما تقال عدل ينتقم. مش عارفة عدل ينتقم ليه، ناس كاتبة مانشيتات زي دي. على كل حال هنتكلم في كل ده، وهنتطرق كمان للدوريات الاوروبيه المختلفه. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. بونجور قوي. بونجور. بونجور عليكي وعلى استاذ كريم. صباح الفل واهلا بيك. صباح الفل. عدل ينتقم فعلا ولا مش للدرجه دي؟ لا خلينا نقول الموضوع كبر قوي. بص انا قبل الفاصل طبعا كنا بنتكلم مع بعض. أيوة. انا راهنتكم هنا يوم مباراه الاهلي وصن داونز. كنت طبعا صاحيه الصبح، وكانت ساعتها
زعلانه وكان في حاله غضب منك انت كمان يا كريم ان الاهلي ازاي بيقدم هذا المستوى امام صن داونز، وكان في حاله حداد على جماهير مصر مش الاهلي بس، الاهلي بيمثل مصر في هذه البطوله اله عزيزه جدا علينا. صحيح. فكانت حاله حداد غير طبيعيه. قلت لكم ان الاهلي هيصل للنهائي ورهنتكم ان ده نفس سيناريو الموسم الماضي، نفس قصه وحدوته الاهلي وصن داونز، وقلت لكم ان شاء الله هنيجي وهنحتفل ان الاهلي وصل للنهائي بعد ما يخرج ان شاء الله من عنق الزجاجه وشاءت الاقدار والحمد لله. بقول للجماهير الف مبروك. طب بقيه الزجاجه بقى رؤيتك ليها ايه؟ الزجاجه الزجاجه صعبه جدا، صعبه جدا طبعا. عندك خصم عنيد، بص معنى ان كنتوا تصلوا لنهائي افريقيا فده معناه انك قدام افضل فريقين في القاره، خلاص الاهلي والوداد افضل فريقين، الحظوظ متساويه تماما 50% 50%، خلونا منطقيين، خلونا ما نفرطش في السعاده والفرحه، انت لسه عندك مباراه من شوطين ذهاب وعوده، والعوده هناك في المغرب نفس السيناريو بيتكرر بنسخه بالكربون يا حبيبي بالكربون زي السنه اللي فاتت بالظبط. طبعا قلت لكم الاهلي هيخرج من عنق الزجاجه الحمد لله ده حصل، نفس السيناريو بيتكرر وامام نفس الخصم العنيد وهو الوداد المغربي. طبعا الكره المغربيه تطورت تماما السنوات الاخيره، شفنا ده في كاس العالم اللي شرفت فيه المغرب افريقيا والكره العربيه امام العالم كله، فبالطبع الوداد بيتطور، بالطبع النهائي صعب جدا، الفريق اللي قدر ان هو يقهر صن داونز العنيد، صن داونز المحترم، صن داونز اللي بلغه الكوره كده يعني رخم بلغه الكوره ان هو صعب جدا انك انت تتغلب عليه، فكونه يصل لهذا المستوى ويقدر ان هو يقهر صن داونز فطبعا شابوه، تحيه للوداد المغربي والجماهير المغربيه بالطبع اشقاء، في النهايه النهائي عربي، في النهايه النهائي افريقي محترم ما بين عملاقين الاهلي والوداد، نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرد الاعتبار، بلاش نقول الثار، ناس بتزعل والناس بتستغل هذه الكلمات ويجيبوها فينا احنا كاعلاميين، احنا اللي بنقول الثار وبنقول لا، لا خلينا نقول رد الاعتبار على صفحات المواقع المختلفه، العقلاء فاهمين يعني ايه الثار، لما حضرتك تفضلت قلت الثار طبيعي بلغه الكوره كلمه عاديه جدا، ولكن الناس بقى بتتلكك بقى خلاص، فخلينا نقول رد الاعتبار ان شاء الله، الاهلي يستحق ويستطيع رد اعتباره في المغرب امام افريقيا كلها باذن الله. صحيح، ويمكن ده من افضل كمان المواسم للنادي الاهلي تركيزا وزي ما بتقال بدنيا وفنيا وذهنيا، فرغم الضغوطات الموجوده المتكرره كل موسم بس احنا بنشوف تالق فعلا، وكولر نجح مش بس فنيا، بصراحه الشق النفسي كمان شايفين اللعيبه في افضل حالاتهم كلهم، يعني ممكن كده مع مديرين فنيين مختلفين تلاقي ان اللاعب اتنين مستواه متحسن، لكن فكره ان السكواد بتاعك كله بجد بيتطور اعتقد ده انجاز كبير جدا محققه كولر مع النادي الاهلي. يعني لا لازم كمان ليه. كمان عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا، ويا ريت الساده اللي تفضلوا وهاجموا النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره يسمعونا ويشوفوا نتائج الاهلي، اللي انا طلعت وراهنت وقلت ان كل من انتقد الاهلي خلال فتره خلينا نقول ترنحه تذبذب المستوى لنجوم النادي الاهلي، تراجع الاداء في بعض المباريات وليست كل المباريات، الكل شال ايده، بعض ابناء النادي الاهلي خرجوا وهاجموا النادي الاهلي، والبعض تطاول بعض الشيء على مستوى النادي الاهلي، لكن اللي وقفوا جنب النادي الاهلي اللي عندهم ايمان بروح الفانيلا الحمراء وتاريخ هذا النادي اللي دولابه مليان بطولات، هذا الايمان طوق في الاخر بانك انت وصلت للنهائي بعد ما كنت خلاص الكل عايز يشمت فيك، الكل عايز يتكلم على الاهلي. لا مش الكل، هو مجموعه كده احنا عارفينهم مجموعه كده خلاص، اعتقد ان هم زي ما حاولوا يركبوا الترند بان هم يهاجموا، اعتقد ان هم هيجوا تاني بالهجوم على الاهلي يركبوا الترند، اعتقد ان هم النهارده هيركبوا تاني بان هم يقفوا جنب الاهلي ويسقفوا له. اقول لك على حاجه استاذ سامح استكمالا لكلام حضرتك ده، طبعا يعني القصه كلها في الاول وفي الاخر مفيش نادي في العالم لا يتعثر، يعني اكبر انديه اوروبا لا يعني بتتعثر، فالنادي الاهلي اذا بيتعثر موسم حتى كامل ما هو الموسم اللي بعديه بيرد على طول، يعني سرعان ما بيقف تاني على رجليه، ده مش كلامنا ولا شعاراتنا ولا احنا عمالين نجامل، ولغه الارقام هي اللي بتقول كده، فيعني لا اللي عايز يقول حاجه يقولها. خلينا يعني عشان نبقى ختمنا كلامنا في القصه ديت، قصتك مش انك انت اهلاوي او زملكاوي او محلاوي، قصه انك انت بتقف وراء او خلف فريق بيمثلك في دوري ابطال افريقيا امام العالم كله مش امام افريقيا فقط. دي بقى دي ناقصانا بقى التفصيل، ناقصانا دي مش موجوده يعني عند البعض، مش عايز اقول الكل طبعا، في جماهير محترمه، لا مش الكل، في جماهير بتفهم، في جماهير ذواقه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وعارفه يعني ايه ان الاهلي بيمثلك في دوري ابطال افريقيا وهيروح كاس العالم للانديه يرفع اسم مصر وعلى مصر. بس ما منعش ان انت في بعض الاحيان
وتشوف حتى من خلال فيديوهات لبعض جماهير الفرق المنافسة لما يبقى فريقها مش بيشارك في البطولة، والأهلي مثلا عنده ماتش مهم أو ماتش فاينل في البطولة دي وهيلاعب الفريق إكس أو واي أو زاد، عندهم استعداد يشجعوا الفريق إكس أو واي أو زاد. البعض يعني برضو نقول البعض، خلونا احنا نقول البعض، لأن فعلا احنا جماهيرنا محترمة، جماهيرنا بتفهم انك انت ما يصحش النهارده غير مقبول تماما انك انت يكون الاهلي او الزمالك، اتكلم عن اي نادي في مصر رايح يمثل بلدك في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه وبيستعد كاس عالم الانديه وانت تهاجمه، انت تقف انك انت تشجع الخصم ايا كان اسمه، انت ممكن يعني تشجع خصم مش انا عندي ما تشجعش حد احسن، ما تشجعش افضل، لكن انك يعني انت تدخل عشان تبقى عايز تهد فريق عشان مصلحه شخصيه غير مقبوله تماما، طبعا ده مش طبيعي. برضو ده ياخدنا عارف لتفصيله من ضمن يعني حاجه بتتقال عليها مصيبه استجدت في حياتنا بشكل عام وفي الرياضه بصفه خاصه والله وفي الفن كمان، فكره ركوب الترند، وفكره الترند في حد ذاته خلى ناس عندها استعداد تطلع تعمل فيديوهات تقول اي كلام مهما كان هيبقى له انعكاسات تعيسه، ممكن يزرع ضغينه او يعني ده في ناس بتقول حاجات بتقوم حروب. لا حضرتك خدت بالك من الجمله اللي انا قلتها؟ هوس الترند ده خلى البعض يخرج يهاجم النادي الاهلي في تعثره عشان لاجل الترند. النهارده هو هيخرج يسقف للنادي الاهلي ان شاء الله بعد النهائي، هو سقفه بمناسبه بعد ما وصل للدور الثاني وقبل النهائي عشان برضو يركب الترند، فطبعا كارثه يعني بكل المقاييس الترند. يلا اتس اوكي اتس اوكي بالظبط نركز احنا خدونا في شغلنا. بص بقى مسيو سامح، احنا عندنا دلوقتي طلائع الجيش وعندنا سيراميكا ولازم نركز جدا، وفي نفس الوقت البعض وتقولي رايك يعني بيتكلم في قصه اهميه التدوير هنا، يعني مارشال كولر لازم يعمل عمليه روتيشن بقى لان الفتره اللي جايه مضغوطه جدا، ولازم يعني ماتشات مش هقول لك وجب ان هي تكسب بس يعني الافضل بكتير ان احنا ما نضيعش مننا اي نقاط. فهل انت برضو مع فكره الروتيشن ده هيبقى مهم جدا الفتره الجايه عدم التثبيت على تشكيل معين؟ بص خلينا نقول لك على حاجه نتفق عليها، كولر هو اوريدي حاصل يعني فكره الروتيشن شويه بس عشان اصابات. صحيح، هو كولر من المدربين الشاطرين الواعيين اللي عنده عين حلوه جدا في الملعب، بيقدر يشوف. هو امبارح عجبني جدا في المؤتمر الصحفي قال انا ما عنديش حاجه اسمها لاعب على الدكه ولاعب اساسي. أيوة. ما عنديش فكره مين يشيل الشاره شرط الكابتن، ما يعني ما تيجوا انتوا بقى تدوروا الفريق مكاني. الراجل كان خلاص ناقص يقول كده، الراجل بيتعامل مع الفريق بكامل طاقته، الافضل بيلعب واللي موجود اللي على الدكه زي اللي في التشكيله الاساسيه اللي هيقدم صح هو ده اللي هيلعب. دي سياسه مارسيل كولر، ده اللي بيخليه يعتمد على كافه اللاعبين. صحيح. ما بيسمعش للانتقادات، ما بيسمعش لوسائل الاعلام، هو بيشوف قدامه مين انسب 11 لاعب يدخلوا في الفورمه. طب انتقادات كتيره جدا طالت محمد شريف وطالت احمد عبد القادر الاثنين امبارح في منطقه الله لسه بنتكلم هو احمد بص بيقول لهم انا مش ناسي اللي بتقول عليا، انا مش ناسي الانتقادات او فكروا فيها تاني يعني بتمشي كده وتمشي. فالراجل لا طبعا احمد عبد القادر باين حتى في احتفاله ما كانش سعيد قوي. طبعا احمد عبد القادر نفسه ان هو يبتدي التشكيله الاساسيه، نفسه يبتدي مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ودوري المحلي ان هو يكون في اول او على راس التشكيله الاساسيه، وجوده على دكه البدلاء بيزعله وبيوتره حاله كحال اي لاعب مجتهد. طبعا امبارح احمد عبد القادر حاول مره واثنين وثلاثه لان ساعات بيتهم بالفرديه، ساعات بيتهم ان هو مش بيزيد قوي في اللعب الجماعي في الناحيه الهجوميه، لكن الراجل امبارح دي دايما تهمه بتطال معظم اللعيبه المهاريه. دي حقيقه، أي حقيقة. أي حد هو عايز يعبر زياده يتقال لك ده اناني او مش يعني من زمان هو بيبقى عايز الراجل يعبر عن نفسه وعايز يخدم فرقته. امبارح احمد عبد القادر طبعا اضاع بعض الفرص ولكن الراجل قدم بشكل لائق بالشكل المطلوب، احرز هدف ولا احلى. كمان محمد شريف امبارح اتكلم عن محمد شريف حدث ولا حرج. انا ضد انك تقول شريف المخيف، ضد الالقاب، ولكن لما لاعب يستحقها ولما لا. امبارح محمد شريف بيرجع للمباراه الرابعه على التوالي بيسجل في الدوري الممتاز. امبارح محمد شريف بيصل للهدف رقم 9 ان هو يبقى هداف الفريق في الدوري الممتاز لهذا الموسم، ده رقم كويس جدا. لما الناس تطالب ان محمد شريف يمشي، الناس تقول ان الاهلي محتاج، الاهلي محتاج مهاجم سوبر، محتاج الى جانب شريف والى جانب كهربا، ولكن بالامكانيات المتاحه لمارسيل كولر هو قادر يلعب بنجم الشباك كهربا، وقادر يرجع محمد شريف تاني للنجوميه على الشباك من جديد. امبارح انا فرحان بيه. رجعنا للنقطه اللي نهاوند كانت بتكلمك فيها من شويه، فكره ان فعلا السكواد كله بتحسه فايق بشكل
ملحوظ، مش مجرد حالات فرديه. لا هو الاول عيننا بتروح مثلا لحسين الشحات، اه مصحصح الفتره دي، عيننا بتروح لبيرسي تاو مصحصح الفتره، لكن صحيح كلامه مظبوط فعلا. وعارف يا كريم متعلق. كمان كنت تشوف تالق في مباراه اثنين وبعد كده تلاقي الاداء اقل في مباراه بعدها او مباراتين، لكن حاليا بنشوف الحمد لله تالق للعيبه بنسبه 90% ثبات في المستوى طبعا. ودي نقطه برده تحسب لكولر بصراحه. طبعا هو كولر عامل حاله هايبر في النادي الاهلي. كولر جاي الاهلي في مستشفى اصابات، في تراجع شويه في النتائج، مطالب بدوري ابطال افريقيا، مطالب يعالج جراح الدوري الممتاز اللي ضاع لموسمين، مطالب يكسب سوبر، مطالب يكسب الكاس. كان محطوط قدام قصه وحكايه وحدوته. فازاي الراجل يرجع اللاعبين دول ان هم يعيدوا ترتيب اوراقهم في الاهلي؟ ازاي يرجع قفشه يفوقه؟ ازاي يمسك محمد شريف يقول له انت مهاجم النادي الاهلي، اعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه؟ ازاي يخلي كهربا نجم الشباك في وسط كل الازمات اللي طبعا. بتحيط بهذا اللاعب؟ ازاي يرد على كل المنتقدين لبيرسي تاو؟ انا اول واحد وقفت كان بيرسي تاو بالمناسبه، الكل كان بيقول لي ازاي يعني يا سامح تتكلم عن بيرسي تاو ان هو هيبقى جناح طائر ممتاز؟ قلت لهم هذا اللاعب كجناح طائر هو من ممكن هو يفشل كراس حربه، انا وجهه نظري ان هو لا يستطيع لعب كراس حربه صريح ويكون سوبر، ولكن هو جناح طائر بيقدر يزيد في ناحية الهجومية بشكل محترم جداً. لما الولد خرج من إصاباته، لما فاق شوية، لما بدأ يلعب مع كهربا بدأ يزيد في ناحية الهجومية، بدأ يلعب التيكي تاكا ويتسلم ويتسلم ويلعب، بقى بيحرز أهداف اللي هو كان نفسه فيه حصل وتألق ويصنع لكهربا ثلاثية أمام القطن الكاميروني مباراة عنق الزجاجة قبل المباراة أمام الهلال هنا في القاهرة. فكولر عمل حالة هايبر، خلى الكل في تنافس، الكل عايز يبقى. ما هي الهيبره دي برضه من ضمن العناصر اللي ساعدت على ان الاهلي دلوقتي متصدر الترتيب في الدوري. بالمناسبه النسخه دي من الدوري المحلي شايفها يعني حجم التنافسيه فيها واصله لفين؟ لا طبعا هي نسخه استثنائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. في فرق في الدوري لفتت الانظار بشكل محترم جدا. خلونا نبقى روحنا رياضيه زي ما انتم دايما يا فندم طبعا يعني بتبهرونا بحته التواضع وحته الموضوعيه وحته انك انت تتكلم عن الفرق بمنتهى الشياكه والاحترام. نتمنى ان الكل يتكلم بهذا المنطق. النهارده لما تيجي تشوف بيراميدز ليه قوي جدا في الدوري المصري، تشوف فيوتشر تجربه هايله جدا وتحترم. بس احنا بنتكلم لغه ارقام، احنا مش بنجامل، انت بتتكلم لغه واقعيه، لغه ارقام، الكلام ده ارقام، انت بتتكلم بواقع بلغه ارقام. لما تقول ان الاهلي تيجي تتكلم على الاهلي افضل نادي في مصر تتكلم بارقام بالزبط. تيجي تتكلم النهارده على بيراميدز قدم واحده من افضل مبارياته امام الاهلي في السوبر، انت عملت سوبر محترم جدا، انت نجحت امام العالم. مش عايز اقول اقول اكتر من ده، لكن فعلا بيراميدز قدم مباراه ولا احلى. نهائي كاس مصر مباراه ولا احلى ما بين الاهلي وبيراميدز انتهت بركلات الترجيح. لا انت عندك قصص وحواديت. الدوري المصري السنه دي عندك تجربه فيوتشر هايله، تجربه بيراميدز هايله، الزمالك بيعافر طبعا الراجل ان هو يصل او يدخل مربع الذهبي، يلحق دوري ابطال او يلحق كونفدراليه، ان المقاولين بيسابقوا وعنده قصه وحدوته. بس في المقابل عندك اسماء كلاسيكيه طبعا ما بقاش ليها نفس الثقل والزخم بتاع الزمالك طبعا. طبعا انا يعني من غير ما نسمي، بس انت اكيد لا فاهم. وليه طبعا نتمنى الاسماعيلي يفوق من كبوته ويصحى، نادي جماهيري كبير جدا طبعًا. جدا والمصري الاتحاد السكندري طبعًا. لا لا عندك طبعا طبعا عندك اسماء كبيره جدا ستظل موجودة في الدوري الممتاز وهتبقى إن شاء الله ليها شأن في المواسم اللي جاية. نرجع تاني للأهلي امبارح. ماتش السوبر اللي كنت ده ماتش السوبر طبعا أنا الإعداد والإخراج بقى نشكر الاثنين مع بعض إن إحنا بنتكلم الكلام طبعا قدامنا على الشاشة. الأهلي كان هايل جدا، لما تيجي تبص هتفتكر آدي بيرسي تاو اللي بنتكلم عليه، آدي بيراميدز اللي قدم مباراة ولا أحلى في السوبر أمام الأهلي، طليق باسم السوبر المصري أمام العالم كله في الإمارات، وأنت بتوري الناس كلها مين هو الأهلي ومين هو بيراميدز بهذا الشكل. فطبعا الاهلي بكامل نجومه من كاس عالم الانديه، يعني حسين الشحات اللي بيستعيد بريقه مع النادي الاهلي، بيرسي تاو اللي بيستعيد توازنه مع الاهلي، محمد شريف اهو قدامنا على الشاشه اللي بيستعيد اسمه من جديد مع النادي الاهلي بعد ما طالته العديد من الانتقادات. فانا شايف ان الاهلي دلوقتي يا رب بس يبعد عنه الاصابات، لانه كلنا خلف الاهلي في دوري ابطال افريقيا. كل مصر بالمناسبه انا بقول للجمهور تاني الجمهور يصحى مفروض. اصحى صحصح فوق الاهلي في دوري ابطال افريقيا عشان يروح يرفع اسم مصر في كاس العالم للانديه. نروح لاوروبا شويه ولا عايز نفضل هنا زي ما انت عايزه؟ نروح اوروبا حتى نغير جو، تعالي خدينا خدينا نروح شويه نسافر اوروبا شويه يعني مان سيتي. لا ده مان سيتي ده حدوته مان سيتي. هل كنت متوقع فوزه؟ طبعا طبعا. بس الناس كانت قايله لك برضو يعني انتر ميلان ممكن يفاجئك، لان هو كان عارف كورته الموسم ده مش متوقعه، ماتش تقول لا مش هيفوز نسبته او يعني فرصه قليله تلاقيه هو اللي فاز وفاز بتالق والعكس صحيح. ف لا بص اقول لك على حاجه برضو، الناس كانت بتعاند شويه في حته انت شايف ان مانشستر سيتي هيقهر ريال مدريد؟ قلت لهم ده كمان هيصل لمرحله الاهانه، هو هان ريال مدريد بالحقيقه. لا توقعاتك صح بقى مسيو سامح، لان انا قلت ريال بعد مباراه الذهاب
امام ريال مدريد، مانشستر سيتي غير تماما، احبط كل معنويات ريال مدريد، احبط جماهير ريال مدريد، راح يتعادل 1-1 ويعمل مباراه ولا احلى. جوارديولا لا، ده فيلسوف يا جماعه، لا ده مشروع غير طبيعي بيب جوارديولا في مانشستر سيتي. والحقيقه عشان يصل في الدوريات الاوروبيه بشكل عام، زي ما في نجوميه استثنائيه لفرق بعينها، في كمان نجوميه استثنائيه لمدراء فنيين بعينهم. يعني لما تقول انشيلوتي وجوارديولا يعني ما يقلوش في جاذبيتهم عن لما تشوف عن نجوم اللعبه. انت بتفرح بجوارديولا وانت شايف انشيلوتي طبعا بلغه الملعب كده بيشد في شعره، مش مصدق اللي بيحصل. انا مغلوب 4 من السيتي، ايه الحكايه؟ انا جاي عشان اهزر في نص النهائي في دوري ابطال اوروبا. الراجل لما يعني زي ما بنقول كده بالاربعه يا حبيبي، بالاربعه انا طلعت بيها مانشيتي طبعا عندي، كتبت مانشيت كده بالاربعه يا حبيبي بالاربعه. لا كان لازم تحتفل بجوارديولا، كان لازم تنبسط باداء مانشستر سيتي، كان لازم تقول هارد لاك ريال مدريد اللي فرض طبعا في الفرصه، لان مانشستر سيتي فرض نفسه عليه، جوارديولا فرض نفسه على انشيلوتي. مؤخرا الحقيقه مانشستر سيتي يعني الفريق ككل متغول على ايا كان الخصم. انت جوارديولا بادئ المشروع ده من 2016 2017 لما جه السيتي، وكلفهم اول ما جه فيما يقرب من 230 مليون يورو. النهارده حجم صفقات مانشستر سيتي في عهد هذا الرجل ما يقرب من 700 مليون يورو. الراجل ده في عهده بس مع برشلونه ومع بايرن ميونخ ومع حاليا مانشستر سيتي واصل لما يقرب من مليار دولار صفقات. راجل مشروع غير طبيعي جوارديولا طبعا، فيلسوف، مؤسسه، خطه، وده واضح. فالسيتي طبعا ممهد له تماما قدامنا برضو تاني. حبيبك اهو. طبعا مش انتيمك. طب بالذمه خدي فكره بنفسك. لا لا طبعا، لا ده كائن مخيف. مش كده برضو، قصه ثانيه ده. هو بيفكرني بفيلم تروي، فاكر فيلم تروي؟ كانوا المصارعين. طبعا مش طبيعي. لا هالاند كائن غير طبيعي. طبعا مخلوق جبار غير طبيعي تماما. متوقع له مستقبل كبير. طبعا انا اعتقد ده مش هيسيب اي لقب غير لما ياخد الدوري الانجليزي. لا لا طبعا، هالاند يا جماعه مشروع غير طبيعي. ولما جوارديولا اداله الفرصه ان هو يعني يزيح الستار عن اسم هالاند ويزيح الستار على عن امكانياته، قدر ان هو يصل بمانشستر سيتي لهذه طبعا النتائج، لهذه البطولات، ويصل بنفسه يبقى هداف الدوري. يعني خلاص طبعًا. خلاص انت النهارده بتحسم الدوري الانجليزي، انت النهارده بتحسم دوري ابطال اوروبا، انت النهارده الطريق مفروش بالورود. مش عايز طبعا استهين بالخصم انتر ميلان في المباراه النهائيه امام السيتي، ولكن الطريق فعلا طبعا طبعا الكره الايطاليه تطورت بشكل هائل الفتره الاخيره، لكن الطريق طبعا مفروش بالورود للسيتي يستحق. بس الناس واقفه عند ايرلينج هالاند عند تفصيله ان هو مصنوع، مش انه فطره، انها صناعه وليست فطره. واخذا في الاعتبار كمان الناس ابتدت بقى تجيب صوره زمان وصوره دلوقتي، جسمه زمان كان عامل ازاي ودلوقتي بيعمل ازاي، يعني الناس تابعت مراحل التطور اللي هو مر بيها. طب هو كل تطور كبير. كل لعيبه لا، الكره طبعا الكره كلها صناعه. الكره في عصر الاحتراف اللي بقاله اخر 10 15 سنه اصبح هناك صناعه، صناعه اللاعب قبل ما تعمل صناعه الفريق. انك بتيجي تتفلسف، لما اتكلمنا عن جوارديولا هو جايب فلسفه وجايب مشروع زي تشافي مع برشلونه، هو بيحاول بنفس القصه ان هو يعمل، والاثنين اسبانيين، فنفس القصه. فدلوقتي هالاند اصبح مشروع داخل الدوري الانجليزي، اصبح مشروع لجوارديولا، اصبح مشروع لمانشستر سيتي. هيحطم كل الارقام القياسيه حقه، كل المواصفات البدنيه والذهنيه والخاصه باللياقه البدنيه والمهاريه داخل الملعب تؤهل هذا الرجل ان هو يطيح بكافه الاسماء، ان هو يزيح الستار عن امكانياته، ان هو يصل لكافه الارقام القياسيه. ده طبيعي. صحيح. بص بقى، انا عايز اروح للدوري الالماني، بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، وهيمنة بايرن ميونخ في 10 مواسم سابقة طبعا على اللقب. وفكرة دلوقتي، وعلى فكرة ده في حد ذاته شوية ملل، يعني البعض بيشوف ان ده طبعا يعني جماهير بايرن ميونخ هيبقوا سعداء بده، بس كدوري ألماني والقوة اللي هو فيها بتهيألي حلو يبقى فيه روتيشن، حلو يبقى فيه منافسة. فالتألق اللي فيه بروسيا دورتموند دلوقتي برضو، هل احنا هنستمر هنشوفه معانا ولا هي ضربة حظ كده وخلاص؟ ويا ريت تقول اجابتك في حدود دقيقتين، لان خلاص هما دقيقتين فاضيين على نهايه حلقتنا. لا خلاص، هو طبعا مش حظ تماما. شايفين الصراع، فرق نقطتين ما بين بروسيا وبايرن ميونخ، نفسه طويل تماما، ما قدرش يعمل او قدر يعمل اللي ما عملوش ارسنال في الدوري الانجليزي. لحد اخر نفس بيصارع بايرن ميونخ، فارق نقطتين، بيستعدوا ب 200 الف متفرج عشان خاطر خلاص بقى اهو، يعني ملعب الرعب هيبقى المباراه النهائيه، مباراه سهله تماما. هم خلاص شايفين ان هم حسموا الدوري الالماني، جهد
تعب عرق طول موسم طويل جدا امام عملاق اسمه بايرن ميونخ مهيمن على الدوري الالماني. فطبعا تحيه وتقدير لبروسيا دورتموند، يستحق الدوري الالماني هذا الموسم، يستحق دوري ابطال اوروبا كالعاده، وهتشوفوا دورتموند مختلف تماما في الموسم المقبل، وهارد لك طبعا لبايرن ميونخ. على كل حال استاذ سامح، يعني بجد فقره بتبقى ممتعه معاك وتوقعاتك دايما بتبقى صح، فيعني هسالك بس كم توقع كده بس طبعا بعد الحلقه. بشكرك جدا على وجودك معانا، نشكر كمان مخرجنا دكروريا لان هو اللي بينزل كل اللقطات دي، هو اللي بيجيبها وبينزلها وبيحضرها واحنا بنتكلم، فشكرا لك يا دكتور دكروري كمان. نورت الدنيا كلها ونشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي، انا اللي بشكركم وبشكر طاقم الاعداد والاخراج اللي جايب كل حاجه على الشاشه اول باول، وان شاء الله بقول للجمهور يتفائل بالنادي الاهلي، هنتقابل باذن الله بعد النهائي، هنتقابل ان شاء الله واحنا فايزين بدوري ابطال افريقيا. بشكركم. لا انهي انت بقى ولا ايه؟ يلا يلا، نشوفكم على خير ان شاء الله، وويك اند سعيد على الكل باذن الرحمن. الى اللقاء.